صباح الخير يا امي. صباح الخير يا وجه الخير. ما احلاك وما بن ريحتك. يحل ايامك يا بابا. خمسة وخميس محسن مضمن، خمسة وخميس على هالقد وعلى هالوهرة وعلى هالزين يا بابا. يعيشك يا أكبر وأعز طبيب نفساني في الدنيا. هاي بابا نجيب لك قهوتك. لا 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 مثال شامي، كمل قهوتك أنت قبل. هاي اقعد 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 خويا اقعد. قل لي زينوبة مرتك فايقة بهالشبوبية الكل؟ مش ربي شنو اللي باش ينقص منها كي تقوم نهير بكري كيف النساء وتتلهى باش يزيدك وش ينقصك؟ واحدة أخرى غيرها راهي كانوني عجعج وشق وداد وهي تزغرت على راجلها. أقل شيء. شكون كيفك يا بابا؟ أندادها يحلموا باش يخلوا سبيكاتر كيفك. نقولوا بسيكياتر يا مي فضيلة. لا نقولوا بسيكوثيرابوت، بسيكوثيرابوت. التوا ما حفظتوها. السبة قمت بكري اليوم. سمعت بيك عامل حليل مع صباح يا مي فضيلة. يا اخي قمت نجي. يا لطيف انا اليوم طيبه نواصر بالعصبان شهوه فاطمه بنتك. انت تعرف العصبان ما انا ننشدو برا خاطر يا ذنوبي كان تعرف تفقس عظمه. قولوا لي البنات يا اخي مازالوا راقدين؟ اماني تحضر في روحها وفاطمه مشيت نسال فيها قالت لي راسها يوجع فيها. سليمان انا عم امي كان تحبني وتعزني علق هذا فوقك وما تنحيش. شنو هذا يا امي؟ شنو هذا؟ توك يا امي انا تعرفني بتحرزات وتبرع واني ما كتشكي ما قلت المرضى علق هذاك وتفكرني. اذا كان ما ينحي لكش التابعه انا ما عادش نتسمى فضيل. يا امي عيشك ربي فضلك قداش نعاود لك من مره اللي المساله ماشي مساله تحرزات وتبرع واني. ما عنديش برشا مرضى على خاطر الطب النفساني مازال ما دخلش لعاداتنا. الانسان يمشي يشوف طبيب نفساني يظنوا العباد كانه هكا هبل. على كيف انا فاكس على مصلحتك حكايه ما جبتهاش من راسي انا مجربه. وانت ماك من الصغر راسك صحيح ما تعمل كان اللي يقول لك عليه مخك. نمشي نجيب القهوه. هكذا مسلومه هكا ما تخش بخاطر مايمتك فاش زاده في الحرز تي حطيته خلي يدور لك الدولاب. علاش ما تاخذوش انت هكا تدور بيه الدولاب نتاع البوتشيك نتاعك؟ حتى انا كيفك الناس التوا ما سنست بسلعتي الفينو قال شنو غاليه. لا ما حقوش كنهار شو فيك حاطه في الفترينه فاز ب 290 دينار شمعه ب 10000. اشكون هالمهبول هذايا اللي باش يحط حق فاتوره ستاك في باك وشمع؟ إن الشمع متاعي أمبورتي زيد وقت اللي يشعل يصيب ريحة فاوحة. انت حتى في الخارج سمو غالي راه. لا هذاك في الخارج خاطر ناقصين رواح مش كيفنا احنا هوني. كيما ريحة القهيوة البنينة نتاع أمي. هات هات بالشفا والهنا لولدي حتى هي بالهيل وما أدراك. يعيشك زينوبة أنت تعرف تصمة العظم حطيت كتيبة عظم عربي تتصمت لسليمان. رد بالك عليها نوصل فطور أسبوعي ونرجع. نهارك زين بشويه باش تكملي القهوه. اي تشاو ماما تشاو بابا. هكاك خارجه من غير فطور؟ لا 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 ما عادش فكره عليا اي اون بلوس نعم في ريجي. يا للا اسبوعي اسبوعي قوم عايش ولدي فيخي عايش وليدي القهوة عندها بردت. يا ولدي قوم يا هديد حليت توا الباب وقمت. ما قلتلكش ما عادش سكر من داخل عشيه. يا ستار استر على الصباح نحرش عينك. صباح الخير يا عز. صباح الخير عم البيجي. شنو خذاك بالنفس؟ صباح الخير امي فضيله. نهارك زين بيقي اسبوعي عامل فيك في القمينه. من اللي صغير مشيح لي ريقي هاك ترى لو كان خوه يمشي للبيرو ما يلقاهش الدنيا تشنق. قل لي ساعه انت وينك البارح؟ يماك تعرف البارح ما وخميس خمسه وخميس وحاضر محمد وخايب ابليس.
اش باش نحكي لك يا امي فضيله؟ الخاطر برشا والعبيد بالصف، اعرف شطر العبيد قاعده تستنى البر. اسمع، وقت الفطور اخت فروحك بحذايا عامله نواصل بالعصبان وقريت لك حسابك. يعيشك يا امي فضيله، ربي يفضل لك سسليمين وخويا السبوعي. بالشفاء والهناء، والله بقلب صافي ووافي. زيد نعرف لك القديده ناناتك راهي معيشتك على الشكشوكه. ليه عاد حرام عليكم امي فضيله تظلم نانا؟ ساعه البارحه عملنا عشاء قمقو، فقصنا عظمه في الشكشوكه متاع ولد البارح. اسبوعي قمت شي توا. الحمد لله عليك يا حليت يا بابا، مش منبه عليك ما تسكرش من داخل، لو كان صارت لك حاجه وانت راقد. يا امي مش تسمي ما تسكرش على روحي البيت، صابوني يجيني نسرق ولا في خطايه النوم. ابعد ابعد من قدام يبحت. صباحك وردوا لي سمين. صباح الخير عم نواوري، حلوه ياسر القندليزه بتاعك. اوه شنو هذا؟ سما يا اخي شبيه الفرش طايح؟ بيتد في الهدود ولا شنو حكايتك؟ هذاك تلقاه يحلم بروحه يعطي فتريح على الساق. لا لا هذاك فرش مكسر عنده مده، طونك نفضل نصلحه. شنو هو هذا؟ خلي خلي يا امي تنظم بيدي وحدي. اوه يا امي فضيله، الحل نتاع ولدك لازمك تعرس له. بمراه؟ امراه فكرونا. والله كيما نقول لكم يا فضيله، ولدك كبر تشوف سقيه وكرش وهربوا بيه. بالله ايش من عرس؟ الطفل هاك ترى الفرش مكسر يرقد للتسعه. انا نعرف شكون اللي تصلح بيه وتهني. انا خممت فجر الفوقانيه، عايكه بين الدار على كيف كيف. ما عشيش عجنة بين الدار ولا بين البرطمان. شكي مازال محلق ويتكلم ويحكي. ازرب اشرب قهوتك وبدل. يا غلبه، نهار نهارين وانا نبدل في الياسيك نتاع السروال وانت تقطع. والله حليل نخلي هكا ولا عاد نخيط. هيا تحرك، لو كان يمشي خوك البيرو ما يلقاكش نهار كي شوه. تخرج شوية تيبعد تيخرج شوية تيخرج يا مشيت تيسيب تيخرج يا مشيت تيسيب يا عجبك شي. في الأمان خال، في الأمان. سي وسيم، صباح الخير سي وسيم. صباح الخير، لاباس؟ لاباس يا عايشك. قلت بعد شوية كيف تحب نتعدى نظلم لك بيتك. شنو؟ نظم لك بيتك. نو ميرسي، يعطيك الصحة، تعبش روحك. ولا ما فما حتى تعب سي وسيم، قول إيه بركة. شوف مع خالي، لازمني نمشي توا، ما عادش بكري. سلامة. عزة تسمع ومن علاش ما تجيش نظف لي بيتي؟ انتي متغشى عليك. انا علاش عملت لك؟ انا على خاطر نسيت لي عيد ميلادي. انت انا ننسى عيد ميلادك؟ عيد ميلادك يجي في الصيف. هي ذاك باليومية السوري، اما باليومية العربي عيد ميلادي تيح اليوم. يوم عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد عزوجتي. ابعد غادي ابعد غادي، قلت لك 2000 مرة ما عادش تعيط لي هكا. عزوجت ركبتك يا خينا ملا. اسمع عس عس اسمع، كنت تتعدى بعد نظف لي بيتي نعمل لك كادو سكت صغير. اشتي اشتي اش تحب؟ تشتي اش حلب الغولك الغبرة نجيبه لك. بيه مادام انتي حبيت. انا شنحب يا ربي شنحب انا؟ اي تصويرة ابن خلدون. ابن خلدون تعالى فيديو تي ليه يا سبعون متاع العشرة آلاف؟ مين قاعدة نجمل باش نشري بورتابل؟ نسيت نانا نستنى في الخبز. يلزمني ندبر العشرة آلاف. كي انت مغرومة ببدنك برا من الناتاسيون. ش
شكون يعرف؟ صباح خير بابا. صباح خير. هاي جنتي جيش. بالحق راسك وجع؟ ولا بالحق بابا. يمكن اختمي صارت برش البارح. باهي، وقعد ارتاح. اما العشية ترجع تقرا، ها؟ وانا تو نكلم المديرة. باهي بابا. توا جايب الخبزة؟ ها؟ من قبيلة وانا استنى فيك؟ ما تقوليش من غبرت؟ لقيت امي فضيلة قعدت نحكي معاه قدام الباب. بربي انا نقول لي وين تحبني نمشي تراه؟ سمعتك تضيحك. ثقة بيك راني بروينتك. يا نهار اللي نشدك بالكمشة. ها صار مش مصدقتني كي قلت لك كنت نحكي انا امي فضيلة. برخص الفنجان قبل ما يجيو الكليونات. نانا هوايدك تخلي صبوع السكر هكا في قاع الفنجانة؟ اش قولك لو كان نحطه في الفريجيدير وغدوة نصب لك عليه قهوة الصباح؟ يا للا هذاك من قهوتك الباردة. ليه أنا ما نقصدش، اما نعرفك ما تحبش التبذير. اي ما نحبش التبذير ونص. مالا كان جيت مسايبة الماء على البطيخ، راني مش مالكة بلاصي وسط البلاد. على ذكر البلاص، اليوم مش هو النهار في الشهر؟ اي برا دور على الكريه قبل ما يخرجوا يمشيوا لخدمهم. باهي نانا. اسمع ابدا باللانتريتي تاع الدوزيام، هذاك راهو قابض الماندا من نهار 26. حاضر يا نانا. شوف ها يا نانا شبيك. البيجي والطبيب ما تمشي لهمش، تو نتعدى لهم انا عندي ما نحكي معاه. مسيك انا. صارت يوني سيدي خويا. لا لا مانيش هوني، هاك تشوف البيرو فارغ. قل لي سي شباب، شبيك جاي مخر ولا تعطلت في السيركولاسيون تاع الكلوار؟ جاب ربي الاستوديو نتاعك مقابل الخدمه. يا اخي صار سيدي خويا، نعرف اللي اليوم الصبح ما عندناش رونديفوات راهو. بجاه ربي قل لي، بجاه ربي، عمرك شريت طبيب يخلط قبل الفرملي نتاعو؟ هاي في السبيطار. اسمع عيش خويا اسمع، راني رالبال، ما عادش نجم. كلمتين خفاف باش نقولهم لك. يا تحط مخك في الخدمه يا حرك الباب. الله يهديك يا عمي، الله يهديك. فهالدباره اللي قعدت تقاسي فيها، قال شنو خوك ما تخليش بطال. اش بيك تنوح سيدي؟ ما سيدي خويا تخزي فيا باش تردني، راه نعرفك ما تحبنيش. شنو رجعنا للبعبوكه من اول جديد؟ باهي سامحني. ايش انت مخر وانا اقول لك سامحني لقيامتك بكري. باهي هكا صفا راضي. حلوة ماشي كيت بعبوك هراو هذيك الحقيقة المرة خطر انا وياك ما نش فرض بو ودي ديما تقرب ويا النقص على خطر ما نش قاري كيفك. شو سيدي خويا شو الشنطاج اللي تعملي فيه؟ ما نش فرض بو وما كش قاري كيفي، ها؟ ما يزيش نخدم فيك. كاريلك استوديو لاصق لداري ومقابل خدمتك، نكسي فيك ويكرشك حتى لطراس شوابعك، ماكل شارب حوايجك مغسولة، كل راس الشهر شريتك صبالك على خمرلين في الادخار السكني، قريب تولي ملاك، وانا ما زلت كاري تحت رحمة الله جنات، وباقي مقصر في حقك، وزيد اللي امي حاكم عليا كل عيد ميلادك نعمل لك خمسة كاتو ونزيل لك كادو، مش قاهر ودمار هذا. على ذكر نقاش عندك 10,000 تسب خرص العام الجاي. على انا 10,000 تتكلم؟ اللي باش نحيهم لك من شريتك على الروتار اللي عملته. انت اش فما يا اخي؟ دي اول مرة راهو نجي روتار. تقصد اول روتار تعملوا اليوم؟ يا ودي نسبيك على جرد عشان يبس تعملنا قضية. بو مانيش عطيك فلوس بوان بار وبرا بشد بيروك لجي فاسيون ما يلقاكش فيس تو يجيب بازيون. ايه ريه تربي ريه تربي، هالهم هذا هالهم اللي وحلت فيه. نين 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 قالك نحط فلوسك في كرني الدخان. ما عشتيش يا خويا، لا حاشي لا فيلا لا بدار. يا خويا نحب نصرف نحب نعيش، مادامني صغير هكا وشباب وربي يعطيني القبول. يا شبكش زادة اخوي. هاي الامور منظمه ومباتشي مفلاش وفيه كود جديد 25. هذا الكود الجديد نتاعو؟ لا 25 دينار. كيفاش 25 دينار؟ علاش يا اخوي؟ كيف سوق المصبين ب 15 دينار؟ يا ودي جبات المصبين شكون ينجمهم؟ هذاك باش يجيو نهار يهبطوا الساتليت يباتشيوه ويعاودوا يرجعوه. باهي خويا
تعرفش كيفاش هذو 20 دينار ما يسالش اما شقيه ما عادش نحطهم يا سيدي مرحبا بك في كل وقت يلا جنات مدبيه كل صباح تجي تصبح علي وجهك مبروك عاد نصبح عليك انا ويزيد يصبح عليك الكاري اللي مخبيها عليا مش ياسر عليك سي ماتريك ماتريكس اكس الناس حبيبي يعيطولي البيجي ماتريكس والناس البراينيه يعيطولي سي البيجي ملا سي البيجي البراينيه يقولوا لك اللي هما فاقوا بيك كيفاش مسكن عندك كلندو كلندو هذه كلمه بالعربي ولا كلمه تاهل بسم الله نتاعك تنكر تنكر اللي انت مسكن عندك اتيديون يلا ما ننكرش اولا موش كلندو وما هيش كريه من تحت كريه هذاك ولد اختي جاي يقرا هنا في الطب البيطري فيترينير وسنه يتخرج وعاد كبير خرج مشى يكري مع صحابه ما نهاو نبه عليك لو كان يطلع لاتيديون ما يقربلكش نزيدك 50 دينار في الكراف وانت كما تطلعش كموشة تقرب لك نتخاطر معاك مالا كموشة تقولك اطلع بهم يلا ما عنديش وقت لا لا يعيشك يا مدام حنان ما تجينيش توا يعيشك مانا جامسي كازي امبوسيبل ها ولا جوندا قدامي معبي مانا اي لا 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 ولا ما لا لا الكام تاعك مش يرجع والله انا نعرف اي يانا نخدموا عنا مديده توا انا بدينا نوصل الحل بطريف بطريف اي الرونديفو نتاعنا وقتاش جمعتين اخرين جمعتين اخرين ما نجمش نقبل قبل يا ما شنو هذه شنو رونديفو بالسيف هذه ومرتي بدات تشك من غاديكا تطلعش زاده هذه لانفومان يا ولد خوك هوني شكون خويا سيدي خويا هي وقف البيرو الداخل شنو باقي نشف الذبان كيف العادة؟ لا لا حتى الذبان ما خذيتش رونديفو اليوم. أنا دخلت. شكون؟ أش فيك يا مدام جنات مو لاباس داخل عليا هكا؟ أش فيك تفجعت؟ لا على خاطر كنت غاطس نخمم شنو هي المصيبة اللي باش تعبت عليها على الصباح هكاكا وسيادتك دخلت. بالحق قالوا لي أمورك مش مش مليحة يا مات. علاه يلا؟ ناوية تنقصي في الكراهة؟ هكا سي سليمان هكا تنبس فيا. وش عليك تعرفني من البارح تي عشرة يا راجل عشرة رانا لا خاطر جايانك بيدك راس الشهر في إنا يا أما زادة في الكراه وإلا طلع جديدة قليت زادة وليت تقرأ في الفنجان وتشوف الكارتة كيفي لا يا لنا علمك رسميا اللي العلم متاعك ما قريتوش أنا أما قريت عليه أمي لا قلبك خبيرك على خاطر فما شوية من هذا وشوية من هذا ربك قدر الخير سليمان قبل ما نبدأ ونحكي يا مدام سامحني ما كانت القهوة مكسرة وساشيات التاي وفاو تحبش كويس ما لا 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 بارك الله فيك بارك الله فيك حبيت نقول قبل ما نبدأ ونحكي كانت خلصني في كروات الشهر اللي تعدى كروات الشهر اللي تعدى بربي قل لي شبيهم نشرة في بلاسك فيسع ما يتعدى وانت عزة عزة هل عندي ما نحكي لك يا عزة بشوية رجعتي حربت الدنيا بالدقان منين خرجت انت خرجت من الشباك وتزرزحت من ميزاب وجيت مدروش فيسع اش تحب اي جبت الكادو اش تسمعوا انا جيت اش نسلك على الكادو العشرية في المشنة ديالك اش بيها زيدة عمي تعرف الطيب تاعها ابعد منقض قدامي حسد شو بيك تغششت حسد شو بيك تغششت تفضلك معاك انا بعد ما تكمل الخدمه نجيب لها ديرك العشر الاف امي لك تهدي لي الكادو وقتها احكي معايا وتوا نحي يدك خليني نسكر الفيديو امي لك ما تفهمني بعد الكادو تتعدى من الاستديو عندي 70 غبره انا ما نصدق الا ما نعلق وش خص وش خص عندي شنو شنو لا هذه قلت له مسكتوا عاد بالله سامحني يا مدام عاود 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 ما سمعتكش في القداء انا وياك نتقاسموا السلطات بتاعي انا مدام راني طبيب تطبيب انا وقع انا عاد شبيه انا الخاطر عليا برشا برطماني صغير
وزيد انت ما عندكش برشا كليونات. مره بعد قديش نلقاش واحد يستنى في الصاله هكا؟ تو الكليونات البخوخ نتاعك انت يستناو في الصال دا طونت نتاع بسيكو ثيرابيت بسمعتوه بقدره لو محسوب اللي يسمع يقولوني وصلت. يا اخي عيبه كي كليوناتي انا اكثر من كليوناتك. بالله عايشك يا مدام نحب نصحح لك معلوماتك اون فوا بور توت. انا الكليونات اللي عندي ما اسمهمش كليونات، اسمهم دي باسيون. وكان جد دنيا دنيا كليوناتك انت راهم كليوناتي انا قبل ما يكونوا كليوناتك انت. باهي كي ما حبيتش عالصاله داكوردو فما حل اخر. اسبوعي يخرج من الاستوديو ناخذوا انا نعملوا سال داتونت مدخمه ويا ناس ما كان باس. اي لا اسبوعي وين يمشي؟ برطمانك تبارك الله واسع وعريض يولي يسكن معك في الدار. اسبوعي يسكن بحذايا انا في الدار؟ اي يا اخي شبيني ناقص انا؟ الان ما عنديش حل اخر. وكان على صاحبك الباجي ماتريكس ما يساعدنيش نخرجوا من حانوت ورا حب لي برشا بوت. اش قعد كونش نزيدك في الكراء اكاكا نجم نفرغ البرتمان نتاع الطاق الفوقاني. لا 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 بارك الله فيك زيد الكراء خليها عندك باهي انا داكوردو اتلق سمع سالدا طونت بتاعي وتعال شوفوا هالتخليطه هذه حمص وزبيب اش باش تعطي. تفضل لله هاو شويك بتاعك. شو محلاك كيف يرجع لك شاهد العقل ما لا تفهمنا. انا جيت. اهلا بك. سامحني امي فضيله جيت بكري اما ماك تعرف ما نتفضلك اللي لقيت هذا. ايجا معايا للكوزينه صحنك حاضر والعصبانه مازالت سخون. شبيك يا سبه جيت بكري ما تقوليش شميت ريحتها يا اخي جيت تجري. انت ديما فاصعه من المكتب. مش فاصعه طونطون غيب اخترني مريضة عندي سخان. عندك سخانة البشكوت وذي طوي نعيدك السخانة. قولي امي ويني؟ في الكوزينة وحدها مع عزة. مش كعزك اللي الطفلة اللي تسكن عند خالتك جنات هذيك؟ هذيك هي قالي نهار كنتي تجري وراها. اسمع طوطو شي داخل الكوزينة حكيت علي. يصيع والله حكيت علي. قولي قولي ما شغلت لك ما نفكرش مانيش مركزه. فاطمه خذني ركز معايا وقول لي شغلت لك وانا شرعتك دينار. شيء باقي ما تفكرتش. فاطمه نزيدك دينار اخر اتذكر اتذكر وقول لي شو قال لك. حكيت على الحسبانة قلت من الصباح وهي تفكر فيها. اسبوعي اش تعمل هون؟ لا شيء جعت قلت نجي نعمل تحريشه. ما ثماش فطور تو برا رجع اخدم مع اخوك. يا امي فماش كليونات الصباح وانا مع الدار انتك قلت نعمل حتى قديمه كيف الكوجينه ونرجع نخدم. ماني قلت لك ليه؟ من بعد نفطروا مع بعضنا كالعاده. أمي نقاش عندك 10,000؟ آه إيش باش تعمل بيهم؟ نتخبيهم. هم مخبين هنا. دك تغسلي مين؟ لباسة؟ لا بس علي يا مدام. شو مدام؟ هي وما عرفت إلا ما جيت. قدك شي سبب معايا دكتور غفلقت روحي طلعت قلت يلزمني نشوفك. داكار هاك شفت. هاي تفضل مدام تو نحكيو. هاي تفضل 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 تفضل. يعيشك يا مدام قديش قلت لك من مره الحاله اللي تعيش فيها هذه حاله طبيعيه برشا. هذاك ناتج من الفراغ والوحده اللي تعيش فيها من اللي راجلك هج فانا نقصد غادر العش الزوجيه. وانا قعدت كالعصفوره اللي جوانحها مقصوصه. نحب انتي نحب نعيش فهمتني دكتور؟ وهو كذلك وهو كذلك. دقيقه برك نجيب لك الملف نتاعك من البيرو نتاع الفرملي. تي وين الفرملي نتاعك باقي ما يسمعش كلامك؟ الحق الحق انتي ياسر جنتي. سي با نورمال.
شنو جونتي؟ مانيش جونتي، ماني جونتي حتى طرف. اما جوست بعثت لهم شال البوستة السخطة هاو بتاعها باش يجيب لي كولي. دقيقة برك. اقعد دكتور. سيدي خويا. مدام حنان مرحبا. عالسلامة. ما طول عمرك. توا كنا نحكيو عليك. اش عملت في البوستة؟ أنا بوستة. البوستة الكولي اللي بعثت باش تجيبه. كولي. دي الكولي. مشيت. اش عملت؟ سيدي خويا البوسطه قالوا لي لازمك تجيب 10,000. 10,000 تاع شنو؟ باش نخرج بيهم الكولي. 10 باهي طنط عندنا انا العشيه نجيبوا الكولي. لا لا توا حاشي بيهم انا. هما حاشهم بيهم ال 10,000 خاطر يفوت الاجل نتاع الكولي يوليو يرجعوه يلزم 10,000. وانا وطول وليك برا جيب الملف تاع المدام برا طول. صباحنا مدام. وين وصلنا؟ مدام شكون انت؟ هل جيت؟ اي جيت. تبارك سلام يا ميا. أي حد خمالي في بيت توني ديريك. أمي 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 اسكت 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 دينار معك زوزي ولي 3,000 تاخذهم من غير شهر تمشي بعدها أمي أمي تلهيها بالحديث تقعد أنت وياها ما تجيوش الزوز تفهمين؟ أوكي طوطو عليك تكلمي في سعر. اختي زينب زاد شو جايبك توا؟ شنو؟ نعلمك يا بابا اللي هذه داري ونروح لها وقت اللي نحب. وانتي ساعة اش تعمل هوني وقت الخدمة؟ ها؟ سيدي خويا طردني كي جات بحذاها مدام حنان. انتي عرفتها ماما مدام حنان؟ تيك المرأة مزيانة المطلقة. هكا كل ما تقلق تجيب احنا سيدي خويا زعما بريده وعندها رونديفو. صار هي مازالت تجي مش نبات عليه مع جيل كابيني. توعد اختي زين كيفاش كليون تجي هو يطردها ولا ما تجيش؟ ما تنقول لك فيه. عيش هنا احس كلا فيك توكل ياش بكاكا داخل عليا اون بلين كونسلتاسيون مع مدام حنان تسمع في كلام اسبوعي ما نفهم شيء نبهت عليك الف مره قلت لك وقت اللي تعدي على مراه خلي باب الكابيني محلول تو بهيشي تو كلام هذا ها المراه مسكينه يعلم بها ربي كيفاش جات وتشجعت باش تفرغ لي قلبها نقوم انا نحل الباب باش اللي يجي يسمعها خايف عليها ولا حارقك عليها الحليب يا بنتي يا زلمه رضايح قدام الناس سامحوني يا جماعه دقيقه بركه طنط لها بيكم احنا جايين مدام جنات سايي دقوا شقوا بديتوا تجيوا تربيع باهي يلا برا مشي شد دارك اذا فما مفاهمه من بعد برا عسلامه مدام شهية طيبه يا شبيها حسه بيك اش تحب فيسا نحبك تدلي بيا انت تدلي بالميت فيي جبت لك الكادو هيا انت هوني مصبيح وانا نستنى فيك ما تقوليش من كنت شنو اللي بخبي وراك شنو اللي وراك شيء لا وريني على شريف لقيتهم طايحين في الكولوار جيت سلت عزه قلت لها تعرفي شكون طيحهم من كوزه شد الدار شد الدار وانت مادام لقيتهم طايحين في البلاص متاعي معناها متاعي في الامان وبربي سمعنا على الازعاج يا عايشك ما صار حتى شيء اما بربي ما تنساش الرونديفو نتاع غدوه يا عايشك اي بالطبيعه هاو سي اسبوعي اطويت لها بيك هاي في الامان يا عايشك بربي يا مادام اختاري ملبوس
باهي ما صار شيء، خليهم الغدوة. سلامة. في الأمان. أسبوعي. إيش جاي هوني إيش؟ نجي نمشي. يظهر لي عندي ما نحكي أنا وياك. ها؟ أجب. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بكم. مدمازيل. صباح الخير. صباح الخير اسبوعي. صباح الخير سيدي خويا. قل لي شكون الاول؟ لا فما حتى حد الاول. هذا من كل جهه وخاطي جنات. هذا من كل جهه وخاطك جنات؟ يخلي زروسك وزروسها ان شاء الله. ما ثم حتى حد لي انا. اسمع قل لك انت. لو كان يجي نهار ونولي نمر بالتابعه راهو جرتك انت. انا شو دخلني سيدي خويا يا ترى مشينا انا خاطر جنات ونقول له خويا ما ظهرلوش شخص معك صالح هاي ترسقعد ترسقعد لازم الضمير نتاعك ما يا مدموزيل انت ما فضلك نحي ساخن فوق الطاوله شويه احترام في كابينيه راك هوني كاش الدنيا دنيا هذوما راهم بالصف علي انا ماشي للعرافه مش عوجه هذايا مش دمار ازرق لا عاد سيدي خويا مش عوز هذا هي ربي عينها الحق نتاع ربي راهو خاطر جنات خدامه راهو يدها تجمد الماء كي لا خلات عاقر ما جابتش صغير لا خلات بايره ما عرستش تبارك الله عليها بالحق راهو سيدي خويا ضربه ضربه خاطر جنات بالله اي بالله بالله ما يزيدش هي مالي عليها صاله زيدتي تعملها في الببليسيتي باه هاني في بيرويا تفضل تفضل مرحبا بيك اقعد مدام ميل تفضل لانا باش تقابلك نتوما البنات توت سويت ابخي ما تقلقوش صباح الخير دكتور ان شاء الله ما قلقنيكش لا بدي تو ما قلقتونيش دارداركم تفضل يعجبك تو هكا قاعد تشوف الخنار شفتك فاش تدفينس با او رانديفو وقتها عندي او رانديفو وقتها عندي بعد ساعه اول ما خبر رانديفو واحد جديد اول مره يجي هاي ربي سامحني تفضل نجم نسالك تفضل انت زيد عرف كي خالتي جنات شنو انا عرف انا عندي هيا تعرف قال لك احياء يا اخي شبيه هراج ممسوس في مخه ليه ممسوس في خشمه اما راهو شويه اتهنى البوست في المكتوب الكارطه ما تكذبش مدام ميل وينك وينك عندك مديده ما طليتش ما تقوليش وليت تمشي تشوف عند حد اخر وانا نعطي الثقه في حد اخر غيرك انت باه قهوه كي العاده وي افيك بليزير مع شويه حليب نقصد تحب نشوف لك في الفنجال ولا في الكارطه اللي تراه تعرف كيفاش نشوفه في الفنجال ونزيدو نثبتو في الكارطه عايش تفضل قهوه الزعس والنحاس قولي وي اللي خرج توا مش سي لا 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 ما تحرجنيش يا مدى ماك تعرف سر المهنه وانت منين تعرفه و شنو منين نعرفه انت ما هو سلف جارتي تسكن مقابل درب راجل بنت اخته سعود مش تعريت زنوت امي فضيله قهوتك ياسر بنينه اليوم يعطيك الصحه انت تظهر لك حاجه كبيره لو كان جيت كل يوم تقوم وطيب القهوه انت زاده تنجم تجيبها برا نقولوا بنينه اش تقصد امي فضيله يا اخي قبل ما تجي انت تسكن بحذانا شكون اللي كان يطيب ويصنف شكون انت ما كنتي كانت سكت الصغير ولدك كانت ريكتو سايله حتى الكوجينه على ما كانوا يلحسوا لسحنا والتناجر كنت نشللهم ونخليهم يستقطروا من غير رغوه فكرة في غسل لماعي أما سمحني بنيتي عمري ما شفتك الطيب باش نجم نحكم كملت قهوتك
تعرفش كيفاش اليوم مانيش ماشيه للبوتيك، اتا نمشي نكلم الطفله وبعديش ندخل الكوزينه نطيب له فطور. اتا وتذوق وتحكم. يعطيكو يعطيك شكمك. قداش تعمر؟ اسمع اسمع، انت معارس ولا عازب؟ علاش تحب تاخذوها؟ عندك برشا تخدموني؟ لا انا كنت في بلي نظر نصرع في السبيطار تي بالحق. اما سيدي خويا شد صحيح باش نخدم معاه، دورتها بريفي بصراحه بدلت وندم. هابو مش قال البريفي خلاص خير؟ تي داكوردو، اما حصر على السبيطار كنا مدلين راهم في السبيطار، تعرف 10 في البلاير كله بري تي الطب ويخافوا منا. تي اسمع حتى المدير بدا يقدر فينا. اما البريفي خويا ياسر عدد هك ياسر، فما فلوس داكوردو اما مسربزينها تنفس ليه، ما عندناش العقل نرقدوا نلقينا وقت الخدمه. ايه ياسر. عسلامة عسلامتكم. صباح الخير خويا. مرحبا سيدي، تفضل تفضل. هوني الكابينيه نتاع الدكتور سليمان الابيض. هي مرحبا بك، هذه هي عياده سي سليمان الابيض، ولا الفرملي نتاعو وخوه في الدنيا السبوعي. نتشرفوا سي السبوعي. تفضل تفضل اقعد ارتاح. قبليه مش قبلك هذوما، هذوما جاو خدك جنات العرافه. يا اخي هوني طبيب ولا عراف؟ طبيب ولا عرافه قصبي. من فضلك يا سيد احترم روحك، مانيش كراكوز هوني. بربي قولوا لي شو هذاك هذا من قبيله؟ لا عاد هذا اسمه تطيح قدر، مانيش باش نراها المراه، مش لازم مش لازم نراها. مدام وين ماشي؟ اش بيك؟ اش بيا؟ قلنا ناتك الغونديفو انيولي. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ شو اللي داخل عنيني كراكوزا؟ ما يعرفونيش انا شكون، طول عليك فيهم. شي اقوى منك ها؟ كون به نعملوا فيش. فيش انا فيش دكتور. لازم فيش، كل باسيون نعملوا له فيش باش وقت نثبت في حاجه نفيش نشوف. نشوف الفيش. فيش شو؟ اي لبسوش شبيه. تبعد عليا تبعد عليا تبعد عليا خلنا ندخلوا. شو هذا؟ شو يا مدام جنات؟ اش بيك دخل عليا هكا لاباس؟ ملي لاباس صح؟ تفيس واحد كليونت نتاعي وتحبوني لاباس؟ شكون تفيسخ عليها يالا؟ الباسيون نتاعي يحكي مع اسبوعي، مش بدها حتى حد. باسيون هذا باسيون هذا؟ ملي دخلت هو يضحك عليا؟ خويا سيد يا بابا كوميك قدامك ولا محبوله بزي بشعري؟ يا مدام جنات شبيه؟ بعقلك ولا هبلت؟ راجل مريض راه مريض، يظهر لي مش انت الشطح نتاعو. هاتو نكمل الكونسلتاسيون نتاعي وتو نجيك للكابيني لدارك وتو نفسر لك. فما واحد هو يغلط بضحكة؟ ايه نعم يالا ويعدي. يعدي زاد. ميلا قول لي راجل عديك. هو عديني ولا عديتك؟ شتعملتي هون؟ تضيحك انت تضيحك مخولي، المراه دخل عليا في طمك الكونسلتاسيون دزتني ودخلت دزتك ودخلت هالقص الكل هذايا دزت ودخلت. اسمع نقول لك منو هكا، اي واحد اي واحد يبدا شكون ما تخليه يدخل لما تجي تقول لي اي وكي دزني ويدخل هاي ترى تبيع اطلع نلقاو حل. تفضل سيدي ها عود سكر عليا الباب من برا فهمتني، وخلي مفتاح فوق منك وكاك ما نجم يدخل حتى حد بخلافك انت داكوردو. باهي خوك وحده؟ لا لا مع شكون؟ شكون؟ مراه؟ اي ابتي لا راجل ضحاك حاجتي بيه في كلمه. شبيه مسكر باب من داخل؟ اسمع ما تقوليش بحذاها هذيك اللي تجيه تزعبن عليه، شو اسمها هي؟ حنان مش هكا؟ هي هكا
معناتها معاه لداخل. انتي لا هكا اسمع حدا معاه راجل. شبيه مسكر الباب من داخل؟ مش سيدي خويا مسكره من داخل، انا مسكر عليه بالبرا. هو قال لي مش حتى حد بيدخل عليه وقت الكونسيتاسيون. كان انا برك تحب تقول له حاجه قولي لي. برا مش يقول له قتلك المدام الشايعه على الفطور. شنو هكاهو؟ هكاهو ويزي من الضحك مانيش كلون قدامك. تحرك. بيت تسويت. المفيد توا ما لازم كيما تفهمنا تشوف. يا ودي مش فهمنا ما يدخل عليا حتى حد في الكونسلتاسيون. سيدي خويا حاجه خاصه مستعجله. حاجه خاصه مستعجله. يا ودي خلاصك. هي مش مشكله دكتور. نحس اني انا متحكم في روحي. اذا حاجه مستعجله نستنى. سامحنا. تفضل سيدي، شنو هي الحاجه المستعجله؟ شو هي؟ كيفاش؟ امش بالهدا ويزي بضحك. هاي بيه ملا قالت لك المدام شنو شاهي نعمل لك فطور. هذا وقته؟ هذه حاجه مستعجله؟ قول لها شاهي نخدم على روحي رايح واخرج عليا. شبيك تضحك؟ اش قال لك؟ قال لي تردي وقال لي مش وقت. حتى انا علاش تكون معامية؟ زبرت خويا سامحني. انا شاي مدفونة. مدفونة؟ شايشي كسكسي بالعصبان خير. لا لا عاد كسكسي بالعصبان ما تقدوش وصعيب عليك. وزيد طيب انت وامي جيب الفيت جايبين يابل. انا ما يغلبني شيء. وكانك انت شاي حوايجة هيك ما يمتك تطيبها لك. مجيرة طلعت. الشك متاعك في بلاستو قلبك طلع خبيرك. الحكاية فيها امرأة. ووه يجب ساعدو زعم شكون؟ تلجمش تعرفها شكون؟ تريس عمرها 30 سنة. يا ناري على روحي يا ناري على روحي. مجيرة أخرى. ووه امرأة أخرى؟ ليه المجيرة هذه معناها أنتي معناها ثقت بيه. اي ما تشبهليش توا فهمت برشا حاجات ونا الكل غابني في الدار وسيتو يغرم في زمانه. بربي يا لجنات شنو انا قصدي ترى شنو قصدي؟ ريت معه يا وخيتي ريت. اش تحب تعمل؟ الواحد يبدا الخير تبارك الله مبزع بحديه وما يحمدش ربي. شفت شفت يا لجنات توا كيف بدت الحكايه. الا ما نكبلو ساعدو الا ما نمرمدو ونشكي بيه الا ما نمشي على الحصحاص. اش باش تقول للحاكم؟ تقول له الكارتة شافته ولا تهز الكوير يشهد معاك؟ مالاش نعمل؟ تو نكمل نشوف لك في الكارتة ونقول لك اش تعمل. حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد. حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد. ساعة سليمان يموت على الماكلة الموزوزة. ساعات نحط بالمغرفة نتاع ماكلة هريسة. يقول لي مش محرحرة بالكدا. اللي سي وسيم خرج من بحر البيجي. خساره ما عادش باش نصبح عليه. احليه الفل شباب وقاري وحشام
صحة للي باش تحوزوا. مالا راحة؟ عزوزتي شبيك هكا؟ يعني أنا بحذاك و ربك ونموت عليك. أيا أنت ظهر لي بديت تطلع لك السخانة. خليني نمشي نشري الخبز قبل ما يوفى. شنو هذا؟ شنو ما باش ترسيني نقابلك المنظر؟ منظر اي كل ما نمشي يبدا يقول لي في حاجات ما نحبش نتذكره. قديش يتوسق محرش غزرتو. تعرف شكون تحكيني؟ تحكي لعم طارق الخباز المكمل. ليه؟ واحد من الصناعة نتاعو هاكا طويل وستيل وشعره أرتب كلا حرير. خسارته هو ما هوش خايب أما ياسر يقلق فيا. اسمعني ساعه وانتي لازم تمشي تاخذ خبز كامل كوش هذيك. انتي ما هذيك أقرب واحدة نستخف بيها. انتي شنو توا يا أخي؟ تعرفني أنا النجم نبعد لبعيد. باهي طب نمشي أنا نجيب الخبز ومنو هكا الخبز نجيبو أنا من الكوش. ها ليه عادلي؟ انا ما نحبش نقلقك. بالك شي عندك خدمه ولا حاجه هكا ولا خدمه قدام عزوزتي قدامك انت ركبش من كل شيء. بالحق تبعونا ذوبتني. كنشوفك يا وحيد انت هك تعرف تقول كلمه حلوه للنسي. ميلا كيف انتي حبيت هكا خذ لي زوز باكيت واربعه فنكوش. كيف تجي تقتق الباب بشويه تو نخرج لك تو نعطيك حاجه باهيه. زوزتي شنو هي؟ خذ لي زوز باكيت واربعه فنكوش. اسمه فنكوش اربعه. راجلك مسحور يضهدص ما هو فاهم شيء. وحدة سحارة ومحارة سحرتو هذيك طلقها من عرافة لعرافة. حتى لا قل الراجل كان متهني لبس عليه وانا مدلتو. دوس اي للا نهنيك. الحكاية مش تطاول برشا زعما حطينا شبيني نخر مدام الكارتة قالت معناتها صحيح باش يفيق على روحه بعد جمعتين. شكون هذا؟ صاحب راجلك يلعب ديما معاه الكارتة. صاحب راجلي؟ ما يكون كان لسعد صاحبه. هذاك هو اللي باش يرجع له شاهد عقل. واه ما تقوليش لسعد في علمه. مالا مرت وراي في بالها وحده قلقاله راهو فوحت الحكايه. توا نمشي الا ما نشوملها النهار. اقعد شبيها المراه اقعد. خليني نمشي ش مازال فيها قعاع. قاتلك اقعد الكارتة قاتلك اقعد. سالي ماما. سالي يامي سافانا. الحمد لله. شنو هو الفطور اليوم؟ كيكة ما نعرفش بنيتي امك هي اللي طيبة تسالها. لاباس المكتب اليوم؟ لاباس. ماما مابقاش عندك الفين. علاش؟ قلت نخطف روحي ناخذ ساندويتش. ما ثماش ساندويتش الفطور في الدار وانتي ماشي تاكل من الشارع. ما تقوليش انتي زادة شاكه في تطيبي. انتي بربي ماما ليك برشا مطيبتنيش. حتى كي مشيت ميامي بحذا اختها جبت عشا من عند تخيتها هكا. ماكم تشموا في ريحه الشياط؟ شياط انا ما شميت شيء. العناية عليها يا وحيده ديما بعمالك طلعتي ليانا يا مهفه. اسمع زيدنا اكد لك مره اخرى لحالتك راهي ماهيش صعيبه. ان شاء الله في اقرب وقت نوجدوا الحل.
هاي تفضل سيدي. عم نعمل عليك ها؟ ربيع. ها حقا سامحني نسيت. الباب مسكر من برا. يا اسبوعي. اسبوعي. هاي حل حل. مشكلتهم البيبان الكابيتونية هذوما كي تدق عليهم ولا تتكلم اللي من غادي ما يسمع شيء. يا اسبوعي حل يا اسبوعي. تليفون. عجب من عنده باش يمشي تو هكا حصرنا هوني. لا لا هذاك ما عنده وين يمشي، تلقاه قدام البيرو والا قاعد يطلع في الكلوار. زيد نشوف. يا اسبوعي حل الباب. يا اسبوعي حل. اسبوعي فوالا نخدم لها الكل طاح في الماء. يا تحب الجيران يثقوا بينا؟ ما فما حد. فما حد وحدنا. بيه سكر عينيك. وليش؟ مبوس ما تقوليش هبزتك عزة. شكون قالك انا مين بزني عدرا؟ مالا شبي وجهك كاكية احمر وعلقان؟ ليش جاي ماني مشيت جبت الخبز لخدك جنات ورجعت نجري باش ناخذ بونو. وانتي وين ماشي هكا وقت الدور؟ جوستومون جيتك ليك انت قالت لك امي يامي جبنا اربع باقيات خاطر امي طيبه مرمز يبقبق باللي دامت. ايوا يبقبق وانا باش ترزيني نبقبق في العرق. لا لا يا برا وحدك. امان طوطو ترزيني انا بنيه صغيره نشق الكيس وحدي نشد الصف في الكوشه. امان طوطو سيب بيبي طو نمشي انا با عايشك طوطو. استنى يا اسمعي وينك يا اسمعي؟ هيا اسمع اسكت انت يا هيا تسكت مكانش؟ اسمعي اضحك يا بابا اضحك اضحك صح عليك تعرفه واحد كيما اسمعي بالتصديق البخري متاعه نجمه نقعدوا محصورين حتى الغدوة الصباح هوني. وي اش قال الدكتور؟ شو مش ترسيني محصور كفار الغدوة الصباح؟ اي نعم ممكن ياسر نعم الدكتور شوف لي حل. اي الحمد لله عليك كي سكت انت والكريز متاع الضحك متاعك يظل بدات تتنحى عليه عين.
حاجة غريبة، حاجة عمري ما حسيت بها قبل. اش بيك فورا بيت؟ حل الشباك. اش بيك زاد؟ حل الشباك. واش هذي؟ كلمي بو حسي روحي تخلق. كلمي بو غفلك يا ودي. ما رحملش الحس، باب مسكر عليا يا ودي. يا ودي اهدى سيدي. اهدى سيدي. خطبت هاو طلعت لوستروفوب زادا. ربي فضلك، ربي فضلك يا جنيت. لله ان شاء الله قضيتك مقضية. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. قل لي اسمك ربي. عزة. هذي اللي كنت يا عايش. يا ربي فضلك. عزة قل لي انت ماخبة؟ ليه هاني نستنى في ولد الحليل. واه يا اخي اللي جنيت ما شفت لكش. شافت لي يا اخي؟ ما شافت شيء. يا وخايتي انت ما زلت صغيرة، اسمع كلامي، ما تزربش كيفي وتخبن شبابك مع واحد ما يستهلكش. خذني الحم وخلاني عظم. اللي قل لك كنت كنا وراء حشني وذبلت. ايه عاد انا اش قلت لك؟ الا جنيت قلت لي برشا حاجات زعما يطلعوا صحاح. قول ان شاء الله. ثم حاجات ان شاء الله وثم حاجات ان شاء الله. لي اسمع زعما نسمع كلام اللي جنيت. هاي اللي يسمع كلام انا جنيت قدرة ربي مكتوبه في السنية. ولاش بيني نخلو ذينا يا اخي؟ ماك معرسة انتي. قل لي نرجع لها نمشي نزيد نثبتها. نعرف المرأة طولت عليها زعما تقلق مني. يا وخايتي وانتي زعما وقتاش تنحي كلمة زعما؟ واه يا طفلة شبيك تكلم هكا يا اخي؟ عرفتك في بالها. في بالها وهي اللي موصيتني باش ما نطولش الهدرة مع الكليونات. وتوا زعما مش وقايت مروحك مدام؟ ان شاء الله نشوفوك بخير. اوه يا نانا شفيعه منهم الكليونات اللي كيما هكا. وجعت لك راسك؟ اسمع تحبش نجيب لك تفطر؟ الشكشوكه حضرت بنينه تهب. ما عينيش ترجع فيك الروح يا ذنوبي. المرارة وبت لي دمي وهي حبت تتقرقش. اللهم انه راجلها هاجش من الدار. تحمد ربي اللي ما عطاش على سقي فرد مرة. تحب نقول لك فما رجال معذورين؟ شفاعة يا محمد. اي نانا عاد انت لقيت لهيش الحل باش ما عادش ترجع لك. اسمع كان هم كليونات قلهم يرجعوا بعد الفطور حتى مخي يركح شوية. بيه نانا. انتي وقت فطور توا سكرنا. اقعد من قدامي. يا مدام اش بك شي توا؟ الا جنيت زعما كان شوف لي بالفنجان مش خير. يا والله نهار ازقح نهار مسحوت. لا يزي الا جنات مصيب عليا الكليونات نتاعها داخلين لي في خناقتي. وزيد سيدي خويا هذايا مخلي عليا الباب مسكر من برا. رصت لي محصور كيف فار انا والراجل. والله يا سيدي خويا اسكت كلمه. في بالك يا سيدي اللي الراجل طلع كلوستروفوب ولا شنو هو؟ خليقه ولا صنيعه هذه؟ معناها ما يحملش الحسره مش هكا بابا؟ اي نعم يلا ما يحملش الحسره افكتيفون. الراجل لخلخ وطاح يتسكك في القاعه حتى حق الكونسلتاسيون ما نجمش نطلب عليه. والله يا سيدي خويا مش اسكت كلمة ما تخرجهاش من فمك من هنا حتى نقولوا الصباح. وربي ما زلت نفيق بيك تخلي صلاة واحدة وتمشي إلا ما نوريك. ربي يقول لي وين تمشي تسكسك عام؟ تمشي ترقد في الاستوديو بتاعك ولا تحلق بعد سيد باجي مدريكس؟ تحب نقول له شكون بعد يجيب الخبز؟ نقول في كنت تسكسك فيتشي من البلاد. ربي فاش قاعدين توجدوا ما فيهاش؟ حتى خليني نلهي في همي. هي الزعاد شديت ما سيبت. تعرفني ما نحبش في اولادي وبلخص في الصبوع. هذيك الكل مدلال. سلوم هاي جيش يجا بدلها ساعة بساعة اخرى يقعد افتراي. هيا شنو هيا سيدي هيا سيدي دخل الزردة حتى حد ما يقربني في الطاولة. تحب نفطر وحدي؟
على كيفك يعني بجاه ربي مانيش نقص فيك انت بربي يعني مرمز ها بنينه سليمان صومة تهنيدو توا هاكا غششتوه حتى شرق ما قلت لي سيدي اول مره تكلمت مع ابوك بكل صراحه كان عمرك 17 سنه مش هكا ايوه ولا معناتها في تمك المراهقه اي مشيت له طول وقلت له حقيقته في وجهه يا اخي وجهه تقلب كحر لي وقال لي هذاك كفويه معاك قد ما قريت قد ما وكلت قد ما لبست قد ما قد ما اسمع سي الشباب كان ما عجبكش احنك الباب شيء قد ما حاولت باش نتراجع في الكلام اللي قلته ما نجمتش بون كنت تحكي لي سيدي على اول علاقه عاطفيه عملتها اول علاقه ماني عرفت وحده عجبتني هكا وحبيت ندخل معاها في السيريو ونبني عش الزوجية وندخل القفص الذهبي أبو مغروم بالعصافرة تكرك زادة دكتور شنو ندخل هذا في هذا؟ لا مدخل هذا في هذا شو؟ احنا توا قاعدين نحاولوا نشخصوا في الحكاية فهمتك لا لا مش بالضرورة الحكاية جات بطبيعتها يا أخي نهار قلت هالها في وجهها قلت لها اسمع يا بنت الناس صحيح انت راك خليقة وراس أما راك عجبتني على خلاقك وزيد مخك نظيف أيوة قلت لنا الكلام هذا في وجهها هي ما هو ذاك اللي نفكر فيه وقتها يا أخي وليت قلت لها في وجهها أي بربي قل لي إيش كان رد فعل نتاعها بعد ما قلت لها الكلام الحلو هذا في وجهها لا هي وقتها نورمال أما أخوها كان عنده رد فعل أحرش شوية أي فهمتك أما لا علينا وصحابك إيش كانت العلاقة بينك وبينهم ما كانش عندي اصحاب دكتور ما علاش جيتك انا اللي نقول له على حقيقته في وجهه ما عادش يقعد صاحبي فما كان الوحيد عامل حجمي الحجام اللي محسوب تنجم تقول اصحاب هذاك نمشي نبنك بحذاه في الحانوت ونقعد نهره هكا ايوه ما تلقاه عمك العجمي الحجام هذا راجل كبير هذا وفي السيبكونسيون تاعك انت في اللاوعي يعوض لك بوك اللي صارت القطيعه بينك وبينه عامل عجمي الوحيد اللي يسمعني وعمره ما يتغشش مني ايوه حسب رايك علاش هو في الحقيقه ما يسمعش مليح تقول لي يطرش قول لي بصراحه تعرف انت سيدي مشكلتك شنية مشكلتك ما تعرفش تكذب ومكثر الناس يزمك تعرفوا مليح مكثر الناس ما يحبوش يسمعوا الحقيقه خاصه الحقيقه اللي تخصهم هما انت مش ما نعرفش دكتور ما نجمش نكذب حاجه اقوى مني شكون قال اللي الحقيقة متاعك هذه هي الحقيقة الصحيحة شو معناتها؟ معناتها أنا قاعد نكذب على روحي ولا خلق ربي أيوة هانا توا بدينا نشدوا القيت اللي باش يوصلنا يا أخي الدكتور أنا توا ولات عندي مشكلة أخرى لا يزال يعارضني نقول له على حقيقته في وجهه وزيد ماني السور اللي هذيك الحقيقة يا بابا يا خفي لا حبيبتي عزة صباح الخير عزة صباح الخير اسبوعي شي مخبي وراك لا تي ورقة جوية باش نبعثو باش تبعث جوية للشيرين تاعك نجم نشوفو مدام لحيت عليا يا هاك مازلت شادد دروس الروضة يعطيك الصحة قديت تتذكر قولي الشيرين تاعك تحبوا الجو هذا يمرني خاطرني أنا كان واحد يبعث لي جويب في قلب كيف ما هكا نموت عليه بالضحك
ما نقولش سبع سوانيس كلها قدوني تعملت علي جو. ها سلام. سلام تفضل. سامحوني بربي اللوج على دار جنات العراف. اي تفضل اقعد، انا نخدم معها، نمشي نشوف المرأة خرجتش. تفضل. يمشي ها تحرك ادخل. تشبيك قاعدة غادي ايجي هنا بحذايا ايجي. اخويا ما هو لاباس انت؟ لا لا لاباس. اش قلت لك قعد ساكته؟ هاكا الراجل تقل. بسلامة. خويا هاي تفضل. شو يتعدى هكاكا؟ فما شيء يتعدى هكاكا؟ مازلت قاعدة؟ يمشي المرأة تستنى فين؟ تحرك. سامحنا خويا. شو هو؟ شتي خويا وزنك. وزني؟ وزني؟ شبيها وزني؟ لا بكلمك في وزنك. تعرفش كلام فيه في وزنه؟ ما نقولها له طول في وجهه. تو هكا توا؟ مش تبعت عليك متي ناس مرة؟ ما عادش تهجم عليا في طبق الكونسلتاسيون. شتي خويا شنو هو؟ شنو هو؟ وهذه حكاية تحكيها لي؟ هذه حكاية تحكيها لي؟ اسمع انت يلزمني نعدي عليك ها؟ يظهر لي رواشك متاعك ماهوش معدلي. اخرج علي. اخرج. بربي سامحني في الازعاج. ويكون احنا سيدي؟ اوه برافو دكتور، صار انت هكا؟ قلتها له طول في وجهه. ايه بقى وي. ايه كمان؟ تفضل خويا مرحبا بيك. تفضل تفضل اقعد ارتاح. تفضل عندك كل خير. ها تحب نشوف لك بالكارتة ولا بالفنجان؟ انا في الاصل ما نحبش نشوف. انا ما عندي مشكل ونحبك تلقى لي ليه حد. هي احنا علاش باش نشوفه بالكارتة ولا بالفنجان؟ ما هو باش نلقاو لك حل مشكلتك. فهمتنيش، انا عندي مشكل في حياتي الخاصة، عندي خطيبة وعدتها بالعرس، دورت ياسر لاصقة فيا، فين نمشي تتبعني؟ نحب نتخلص منها. تخلص منها اش؟ اش معناها؟ معناها من غير ما تقول لها؟ يرحم بوك هيك فهمت. اما وشوش لي كيفاش في وضني؟ وشوش لك في وضنك؟ كيفاش قا؟ باش ما تسمعنيش. تسمعنيش؟ شبيه هي؟ جيت معاك؟ ويني؟ صالة برانية؟ مالا ويني؟ ما تقص عزة عزة. نعم نانا شفما. جيب الكالون وهات البخور وخلي باب محلول. اش صار؟ اعملي قتلك. خويا خويا انت شكون اللي دبر عليك باش تجيني؟ خاطر يظهر لي حكايتك ماهيش من اختصاصي انا. بالك شي جاي للطبيب النفساني اللي بحذانا؟ لا يا مانيش غلط، انا في الحقيقه امي هي اللي دبرت عليا، حتى هي ما هيش عجبتها، قالت لي عليك بجنات العرافه يديها تجمد الماء، وحتى من ولاد بسم الله يخافوا يروحوا منها. ولاد بسم الله يخافوا مني؟ يا غلطتي يا غلطتي. عزة بنتي عزة بنتي حط القانون بيناتنا وقعد حدايا من وميمتك. بسم الله بسم الله المانع الستار، بسم الله المانع الستار، بسم الله المانع الستار. يا نانا لاباس البخور باش توفيه وبعد قول لنا نبذر فيه. ها اسمع، السيد قال لك اللي خطيبته بحذانا وقاعده غادي فيك الدركينه هذيك. ما تقوليش السيد معرس يا مصيب يا مصيب بركه. ايه
عليه وجيبه شي حب عندك حب يفسد طبش قالك قال كل بسم الله يخافوا مني هي يعني انا وياك ملعوطين بصباع عندهم يا ناري يا نانا وكان تسمع هي باش تسكت لنا ماهي باش تنتقم منا اسمع نانا انا خاطيني ريجا ريجا هون يقعد ترص لازمنا نلقاو حل في سهراي بدات تشك تشك قالك بدات تشك يا نانا بسم الله المانع الستر دقايق وهنا جايين اسمع فيسا فيسا لك الوليد كسسه هنا وليد اسبوعي شكون يعرف يبدا معنا راجل خير راجل دي هذيك خويف اكثر مني ومنك انا مانيش خايفه اما شكون يعرف يطلعش الراجل عنده مشكله في مخه لي عاد هكيكه مليون عاد وسليمين خير هو طبيب نفساني وفي الامور هذيا يفهم خير منك خير مني يظهر لك شخليه كليونات وبتاع جمعه نعملهم انا في صبحيه مالك بربي سامحوني هالخطيبة تصل على الدويري محصورة بربي تنجموش توريوها لها شنو شنو الكراكوز اللي تعمل فيها شنو اخويا ما يطلعش عليك الشيء هذا وانت كاتب انت طبيب طو هكا توا حتى ني المرضى يلاحظونا سامحني دكتور الكل منك على خاطرك انت ما عندكش شخصيه قويه باش الكاتب نتاعك يحترم خدمته اسمع انت يا سيد راه مش هكا واحد يحكي مع الطبيب نتاعو يعجبك سيدي خويا ريتو شي يقول فيك ما عندكش شخصيه راه ميساج ميساج عنده الحق انا ما عنديش شخصيه شنو سامحني يا دكتور حبيت نعرف وقتاش الرونديفو الجاي نتاعي توا ما نجمش نقول لك حتى نشوف لاجندار نتاعي وتوا نكلموك تكلموني الجمعه هذه حاب نقول لك الحقيقه في وجهك بتاتر. برافو هاو الكلام اللي نحب نسمعه اتفقنا في الامان في الامان سليمان سامحني اسبوعي نانا حاجتها بيك فاش قال حاجتها بيك ما يزيش توا قسم معايا الصاله وتحب تاخذ لي السكرتير نتاعي لا 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 سليمان عندك ليون غريب شويه نحب اسبوعي يجي ونسنا بون به ما يسالش أما ما تبطاش قوم قوم تحرك هيا هيا تحرك يا اسبوعي ادخل ادخل عشبية قد جات جنات اي انت ماكش براني شوف انت ماك مستانس بالبنات لا لا اي 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 وديما تفسد نفسد انا علاش عاد انا ديت لك باش تلقى لنا حل هذا يفسد اي فسد وعلاش ما نفسدش انا شبيك راني فسدت ثلاث مرات وما طور ولقيت اللي تساعدني وتهنيني دي جنات وين توا الخطيبة خلينا نحكي معاها هيك ويني شو انتو مسادة وليتو تستخايلو تلاه ماهيش هون مازالت في الدويرية دويرية ايش لهني ما فما حد في الدويرية توا ما فهمت الراجل قلت لك ماهوش نورمال هذيك علاش عيطني لك قلت تقعد بحزين على ميواتي شفت شو اللي تحب تلك على الفلوس انا ما عنديش ايه بابا مادامك متفاضي حبيتك تفاصلي درس نتاع سيونس ناتوريل سيونس ناتوريل شو او 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 سيدي خويا سيدي خويا طبعا واحد معاهم قال لي واحده معاهم وهي مش معاهم شو سيدي خويا نقول لهم بالحق ما زدت عليك حتى شيء شكون هالواحد هذايا واحد ايه انا قلت بزوز نعرف اللي واحد شكون خطيبه خطيبها وهي شكوني؟ هي خطيبته باهي سيدي وين المشكلة؟ مشات للدويرية دويرية؟ أما ما هيش في الدويرية هو يشوفها وهما ما شافوهاش تيكي مقبلة قاعدة بحذايا في الصالة قال لها تفضل اقعد وأنا ما شفتهاش أما بعد سيدي خويا كي قعدت على الكرسي حسيت بها شبيك طونطون يا شنو الحكاية؟ تحكي بجدك؟ ما نمسكش نلعب ما
تقول ليش جمع معاه هوني وانت ما قلت ليش دي مالي قلت لك بينا ما صدقتنيش باهي سيدي كي قدر ربي عطا نشوف الحكاية يا بيدي ما تحركش دي من هنا يجيش باسيان وانت هاني راجع يا باجي الله يعينك اهلا بالدكتور شنو فصعت من الخدمه وجاي تعمل بحذايا قهوه اي اعمل هالرشفه هذه لا لا عايشك عايشك لا جيست حبيتك تجي معايا المدام جنات قال لك فما واحد عامل لها مشكله ولا شنو تستاهل حتى هي عامله فينا شر الشعب خلي نذوق شويه من الشيء اللي ذوقنا فيه كل راس شر يا راجل انا على الشيطان ما هي الا جارتنا ايش اقول انا تستعملي في الصاله بتاعي وما كانها في عظامي وسكت صح عليها على خاطرك اما من الباب راه سي سليمان تفضل تفضل ها اشتمى مو لاباس شم جايبك فاش قام التعب في روحك ابا صار ما ثماش مشكله باهي نرجع الكابيني متاعي سي سليمان سامحني دقيق نقدم لك زميلي شنو شوف هو سبيسياليست في المشاكل كيف المشكله متاعك شبيك من بكري تجيب لي فيهم الواحد بعد الواحد عندك مشكله معايا لا لا يا سيد انا وياه هذيك ما بيناتناش مشاكل شركه في كل شيء ابدا من الصاله سي سليمان دقيق وي تريبيان تريبيان باه يا سيدي ما لا تعرفش كيفاش الناس كل برا سامحوني نقعد واحنا ثلاثه برك يا مدام احنا ثلاثه برك قلت نقصد انا والسيد وخطيبته هاي تفضل سامحني سكر الباب وراك يا مدام باهي باهي راني خرجت هيا هيا هاو رجال ولا لوح هذاك المنطق اللي ينفع معاهم سامحني ما فهمتكش نقصد يلزم الواحد يعرف كيفاش يحكي مع النساء سينو ياخذوا عليه لاف ايوا وانت سامحني شبيه اسم الله كاين وراها بيثه الخطيبه اللي تحكي عليها هذه ما هي موجوده الا في المخيله نتاعك انت تخيلتها وحدك وحدك بعد ما صارت لك خيبه امل مع خطيبتك الاولى انت هكا تخيلت خطيبه مثاليه وبعد بشويه بشويه بديت تكتشف اللي هي زاده ما هيش كما تتمناها واللي هذا رجع فيقتك في النساء لربما يجي نهار تتحوس في الشارع وتعرضك المرأة اللي تعجبك تنجم تسعدك وتأنيك تعرف خويا كي نعطوني على عرافة قالوا لي راهي ضربة ضربة في الأصل يحكيوا عليك أنت شو؟ يحكيوا علي أنا؟ إيه هي ممكن معروفة أنت العراف الصحيح أنا عراف إيش أقول لك أنا ظهرت سبيسياليست في الدهنيك وتدخيل خشمي في أمور ما تهمنيش الحاصل يعطيك الصحة ونحس كأنه حجر زين اتنحت من فوق كتافي بالله ما نقول لي الخطيبة متاعك هذية مشيت على روحها ايه مشيت من بكري تبعتك السيد سمين اللي كان قاعد في الصال ظهر لي عجبها مسيكنا ربي معاه خوي قداش يلزم لا لا حتى شي يا راجل يلزم اللعب بتاعك
لا يلزمني نخلصك. ابريتو نعمل كونسلتاسيون 30 دينار. حسنا جيت عزوزتي يا عزوزتي يا بنينا وحدك وحدك يا عزوزتي. حس حس كنت بحث أمي؟ أي جبت من عندها شوية زهر. نانا بقي متقلقة من الفجعة متاع الراج. حتى انتم ستتجد عليكم الحكايه كما هذه. كيف اللي انت ما جددتش عليك الحكايه؟ اش خليك عطيت على ساقيك وخليتنا وحدنا؟ شي عفوك علينا من حكايه امي سيسي. حتى انا حبيت نقول لك ميرسي على السيديو والورده راني لقيتها. زيد معاك عزوزتي ربي بفضلك وربي يطيح فيك بني يهنيك. العبد لله. وهي على الفزا كدو. حس أني نستنى في المرسي بتاعك. أنا مش سكرين يا نانا. هاو جبت لك الزهر، اشرب شوية وتتفرح. ما عينيش. تعليش ما تقوليش الحكايه مازالت مقلقتك؟ قلقتني وسكت؟ شو معناها؟ شو معناها سليمان يخذ لك ليوناتي ويزيد يخلص من فوق؟ ليه عاد نانا؟ الراجل ما فكلنا حد، احنا اللي عيطنا له، وبعد هذا ودونه ما قصرش، داوى الراجل ورجع له شهد العقل. نعم لله، داويه. هذاك وكان مش انا، راهو الراجل توا يدور ويدادي بلله الخطيبه نتاعو. اما خطيبة يا نانا، مش عم سليمان قال لي الحكايه ما فماش منها واللي الراجل كان يستخايل. يستخايل يظهر لك والشاس شكون جبدها؟ انا سليمان ما صدقوش. منى ما تقوليش الحكايه فما منها واللي الخطيبه مازلت معانا يا نانا. زيد شتوا وركحت يزي الليلة ما فميش نو باش نبيت عينيا محلولين هكا والضو يلزم يقعديش على الصباح. وينا ما نرقد وما نطمع إلا ما نرد الفازيتا لسليمان كل ما زال وكل بقاله يلقى حل لكليوناتي. وينك انت؟ ها؟ بربي قولي وين مشيت؟ مش قلت لك ما عادش تخرج وقت العشاء؟ تيواه بابا هبطت دقيقة على سلوى بنت جيراننا نتاع الغيت شوسي. مرحبا. شنو عشان؟ راني باش نموت بالشر. هكا ما استنيتونيش؟ والله كان شفت احنا قداش باش نموتوا بالشر. وانتي كان روحت بكري مش خيرة؟ تمين روح بكري؟ مازلنا كي كملنا الدرس. اش قولي؟ ثم مكاتب يقعدوا محلولين لعقبات الليالي ثم واسمهم دي كور دو سوار. شو اسمهم؟ كور دو سوار ميامي معناها دروس مسائيه للكبار. اه هذه نسمعوا بها حتى ريناها بعد ما شاب داوه الكتاب. حق سيدي خويا ثم كلمني واحد على رونديفو كي لقيت غدوة معنا حتى حق وليت عندي نص الصباح. اشكون هو السيد هذا؟ شو كان يقول لي جاي نص الصباح وقبل برا قال لي باش نجي ونقول للدكتور حاجه. كيفاش انا يا ربي سنذكر؟ اي قال حاجه نقول لك حقيقتك في وجهك. هذا ايش قال لك؟ تجي غدوه الصباح صرفوا من غادي لغادي ما تحبش نشوفه توا. اعطيه رونديفو الجمعه الجايه. انا والله مانيش فاهمتك. من شيره تتشكى من قله الكليونات ومن شيره اخرى ما تحبش تقبلها. il faudrait savoir ce que tu veux là. اش قالك؟ لا حتى شيء ما قالت. تري تري بيان صباح الخير. باهي باهي تقطعتوا شهيد الماكله على بوكم. اش
شبيه قلت بوكم وكي تقصد ماما قل راجلكم. خوكوني لا خالتي جنات لا مازال ما جاش وذولي مش في جيرو عنده سيمينار احسن. حاشبي بحاجة؟ أنا نستنى يجيش كليون ليا أنا متقلق أنت؟ لا أنا وراه وربي راه. خديجة على شكون تحكي أنت؟ سامع دكتور جاي دكتور لا مازال ما جاش أما راهو اليوم عنده سيمينار ما ظهر لي كان يجي. خويا الدكتور وصاني باش نقول لك حويجه. شكونك انت؟ انا محسوب زميلته كي غيب هو نعوضه. واش قالك باش تقولي؟ تفضل معايا تو نحكيه. تفضل تفضل. وين على خير؟ تبعني للكابيني بتاعي. صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. اش احوالك؟ الحمد لله. رقدت مليح؟ وخبرت بالنوم. صح عليك. شنو هذا اللطف؟ شنو هي النكزه هذه؟ ريتي وليدي انا بدي زغبتني الصباح. هذيك يا سيدي جابتها مرتك البارح في كارزونا وقالت لك دروسها في الدار. قلتي يا حلواشي هذه شو عندي قلت لها انا زاده تشبيه منقوره هي المراه هذه سيدي خويا هاكا الرونديفو نتاع اليوم بطل شو بطل بطل ضربه واحده لا انا ما نعرفش عاد استنى يخرج من عند خالتك جنات نقول لك وشو مش هيعمل عند خالتك جنات لا لا هي جات هزته بحذاها من الصباح ابو سي تري تري غراف صح ولينا نفكر المرضى اطلع نمشي نوريك فيها ايش ايش لهنا ايش اشرب قهوتك ايش يا تخدش من قهوه ماني خديت القهوه اللي جبتها لك العاده الصباح هنا جبت لك قهوه هذه عزه لازم طيبتها قوي سعدها محنها هالبنيه نانا لداخل معك اليوم اليوم الباسيون تاعي هذاك اسمع ونزيد نقولها لك في وجهك السحر والكارتة ونشوف لك ونفك عليك التابعة الكل حكاية أفرح من الفارغة هكا ما تعرفنيش اش نجم نعمل أنا ما تعرفنيش انت تراه وريني للا باش تسحرني وتردني نتكلم بالمقلوب ولا باش تعمل لي طلابس ونولي البهلول ابعد عليا انت وش بيه الراجل اسمع يا سيد ما نسمح لكش باش تدزني من العبيد يا سيد اش فما يا حد شي تينانا تعارك تاوك اليوم حبيبي وعزة على قد ما احنا نحبوا بعضنا على قد بالناس ودي ما يتعاركوا سبحان ربي ودي سبحان ربي يا سسمك قديش تحلم برشا خزوزتي انا نحلم
راني فايق بيك باش تقول طفي الضوء. مش فايق بيا زاد ان شاء الله خير. بيتي اللي نظمتها لي البارح والقهوه انا حكيت عند راسي الصباح مع زوجتي مره جايه يزيدني زوج ربع سكر نحبها كي تبدا حلوه بزايد هكاك تبدل لي ما تعبد ضدي فيس. يا ولدي انا قهوه وانا بيت اش بيك تهز وتنفض عليا على الصباح؟ انا ما حطيتش ساقي في بيتك. وين نقول عطيني 5000 زعما علاش؟ تو فهمت. ليكي ماشي من شكون؟ تطلعش يلا. صباح الخير يا سبوعي. صباح الخير باشي. يا اخي وين كنت؟ كنت نعمل في صحفه لبلابي. وانت علاش تسال؟ كان قناوي على الصبه مضمض سيدي خويا في بالو. امان يا سبوعي انا مستانس صبيك. الله يهديك كل واحد ونيته. ساعه انا حبيت نعاونك. عندي ليك دوس على الجو متاعك. انا دوسي وانا جو. معلومه باهيه اتعاونك برشا في حكايتك مع عزه. ايه ولكن شكون قالك اللي انا عندي حكايه؟ ثانيا خلي معلومتك عندك وتلاف حوايجك وما قلتلكش عاوني. يا خويا كنتي واثق من روحك هذا المفيد. سامحني كي عطلتك. اما صح علي. شكون صح علي؟ ولد اختك وسيمه؟ لا واحد اخر. شكون؟ باجي. تعرف شكون تحكي باجي؟ باجي. والله حقني ما نقولكش. يا سي عبد باجي تمساش تاخو عليا انت تقول لي شكون تحكي يا باجي؟ عليت اليوم تاع التروازيام. ليت اليوم زاد يا ربي تشبيهم في شرطي كانت لو بقريتهم خير لهم. السيد هذا فقت بيه يكتب لها في الشعر. يكتب الشعر؟ ايوه كل يوم يقرا لها قصيده يشرب لها مخها بالشعر. وشرب لها مخها؟ أيوة. وريتها مرة عطاته تصويرتها. تصويرها؟ أيوة. انت أيوة. انت عطاته تصويرتها؟ اي 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 عصعتني اي عندي. يا اخويا اسبوعي اش باش نقول لك؟ يظهر لي الماء يجري تحت ساقي وكما تقول انت كبير وتعرف. اي بخاطرك. صباح الخير طنطا. صباح الخير فاطمة. فاطمة ايش 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 قولي فاطمة نسبة كثبت بتاع الصغر فهمت؟ ريت مرة تصوير تعزى عندك. هي وزلت عندي. عاد قلت لو كنت تعطيها لي مش خير؟ ليش؟ شو بتعمل بيها؟ قلت نحطها في الاستوديو متاعي. لما تعرف راه تصوركم الكل عندي في الاستوديو الا تصوير تعزى. يا سي جينيال. ما يا لطيف عزى وصاتني باش ما نعطيها لحد. هاتيها طاطا. عسلامة. عسلامة عسلامة. تفضل تفضل لك حضرتك. مرحبا. عيشك. سامحني نجم نحي صباطة؟ ايوه نحي صباطك. خذ راحتك لله خذ راحتك. ظهر فيك عندك حاجة محيرتك وتحب ترتاح مش هكا؟ اي نحب نرتاح. باش تحب نشوفلك؟ كارتة فنجان قهوة تقرا لي كفة؟
كيفاش نقرينا بهالغنج؟ نقصد خطوط اليد ما يظهروش مليح بالحنة. أما على خاطرك جيتنا أول مرة نفرحوا بيك وندلوا كعين الله. شد انوي. ظهر فيك عروسة جديدة مش هكا؟ ايه. اش سميك ربي؟ سعيدة. سعيدة بنت خديجة. سعيدة بنت خديجة. اي قلبك كان حي وتبائل. وجهك كان منور وطفي. اي جاك الفارس على حصان ابيض ركبك معاه وطار بيك لقصر الدهشة. سامحني تعود لي ما فهمتكش مليح. ما هو اول مره نجي تنستانس بعده. معناها راجلك تبدل بعد العرس؟ اي تبدل. تبدل بالحق. تعرفش علاش؟ ليه حتى نقول لبنتي هاي لله قاعده نشوف في مراه معاكم في الدار. حميتي. حميتي تسكن معانا في الدار؟ ما تكون كان هي يا خالتي جنات راهي عامله فيا. نقول لك حاجه، مازلت ما غلقتش شهر عرس وحميتي عبدتني. حبلتش ما ماشي حاجه في ثنيه التوا فاش تستنى قاعده حتى في رشيب. راهو الراجل تسلسلوا بالاولاد. راهي مرجتني مرجتني الكبده متاعي ما ستهالي. عاد قلت لي من الاول اللي انت تحب تلقى حل لحماتك يا بنيتي. ليه حبيتك تشوف لي شبيه التوا ما حبلت. هذه ما تتشاف كان فنجان قهوة يا عزة. محبوبتي يا بنت جيراني، وينك راني وحداني؟ كي ريتك حبيتك، كي عودت ريتك صرت حبيتك أكثر. استنى نزيدها عاد نزيدها، ما انت بشي محلول محلول. إي إي قلبي حديد، أوه الحديد. قلبي حديد قلبي حديد شنو اللي خرج؟ لقيتها قلبي حديد كلاه زديد. قلبي حديد كلاه زديد. استنى يا عادي علاش علاش ما علاش علاش ما نبداوش؟ حب جديد قلبي حديد كلاه زديد. علاش ما نبداوش حب جديد؟ عسلامة. تفضل سيدي تفضل. سامحني عندي موعد مع الدكتور سليمان. مرحبا. جيتنا قبل؟ اي نعم. سي بوعزة. اش خص ولا راني خطبتك في بنتك توا. سامحني ما سمعتكش قلت. انا قلت لا 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 ما لا وحدي مش عليك. تفضل تفضل ارتاح. شكرا. سي بوعزة حيت دولار. سي بوعزة تفضل. السلام عليكم. السلام مرحبا تفضل. سمعني مش هذا بيرو سي سي نفساني بن سليمان؟ لا 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 سي سليمان. اما هو الدكتور نفساني. اي اي صحيح. اما سليمان عندك موعد؟ لا لا والله ما عندي. جيتنا قبل؟ لا 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 اقسم بالله العظيم اول مره. وراس وليداتي اول مره يجي. مانيش مريض راهو الخدمه هما بعثوني. هاي باهي باهي مرحبا بك. هاي تفضل تفضل اقعد غاديك هاكا السيد راهو قبلك. ها تفضل تفضل. سي فوالا اوكي هاي هاش. اسمعني اقسم بالله مانيش مريض راهم مخي 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 لاباس عليه فهمت ولا لا. انا الخدمه بعثوني هوني قالوا لي ما تمشيش للطبيب نطردوه من الخدمه. اسمعني انت ما كيفي لاباس؟ لا لا لاباس الحمد لله الحمد لله صافا طومبي. سي بوعزة تفضل. هاي سيدي تفضل بحذايا تفضل. باش هاي سيدي تو يزني عمر لك فيشتك قبل ما تجي وقت الكونسلتاسيون نتاعك. اش عمل؟ فيشة نتاع شنو؟ شنو فيشة نتاع شنو؟ فيشة نتاع الدكتور مش عطل فيها الرندوات نتاعك.
هاي فزي اسمك الثلاثي الادريس نتاعك نومرو تليفون ايوا نومرو بطاقه التعريف كانك حافظه ماكش حافظه المره الجايه جيب لي نسخه بطاقه التعريف ها شنوك ربي انت اسبوعي شوف يا اسبوعي مثبت انت اللي الفيشه هذه مش تمشي للطبيب مش ماشي لبلاصه اخرى شو انت اخويا ورانينا فضلكو يودي الطب الكل يعملوا فيشات المرضى نتاعهم يودي وين تمشي روح يعملوا لك فيشه ايه تمشي السوبر مارشي يعملوا لك فيشه لوتيل يعملوا لك فيشه عجب ايه سال دو سبور يعملوا لك فيشه في اكثر شيء الفارماسي يعملوا لك فيشه يزم لا زي ما مشيت للفارماسي عملوا لي فيشه قال لهم مش يعملوا لي كارد فيديليتي كارد فيديليتي في الفارماسي ماني ماني انا ديما نمشي نزل روحي غادي عنده ميزانيه يتكلم يزم لا كي نزل روحي هو يتكلم مسكين يبدا مخلوق كيف اخذت الفاتره ميزانكم يفوت ل 100 كيلو اوكي اسمك شنو الذريه الرافهه يعيشك ان شاء الله بختك بالثنين نهار الاثنين يا شهرين يا عامين يا تسعة شهر في اثنين ارقد على جنبك اليمين شعر شمعتين بيه ان شاء الله ديما فرحاني سامحني طفله ولا طفل ليه خاطر انا ما قلتلكش اللي حميتي تحب زيد على ذكر ليه ذي المره الجايه بعد ما تمشي للطبيب ويعطيك البشاره ارجع لي ان شاء الله ان شاء الله حيت صباتي ضربني عمل فيا ساكي قصته كان مفرهد سامحني ما قلتلكش قداش يلزمك برا ما دام الصباط ضاربك هيت الليترا 5000 بهيش انت البان نتاعك اللي تحكي لي عليها هذه مسلسه تجيك دو طون زون طون المره هذه طولت شويه نو هي طولت وسكت يا دكتور طولت برشا مرتي قالت لي مستريس اما انا يظهر لي ثم حاجه اخرى تكلم تكلم ديجاج ديجاج انت هنا باش تتكلم راهو يظهر لي كبر دكتور اسمع حكاية الكبر قلنا نحيوها بالسيانس الأخرى لا لا يعني لا لا كبرت دكتور يعيشك لا لا كبرت أنت شوية. مزلت في أوج العطاء متاعك يعيشك والبان هذه راي تصير على الناس كل رأي أبو أتبع هنيتني على خاطر في معظم الأحيان الأسباب متاعها خافية لأنها بسيكولوجية بيه أنت تو باش تعاوني شوية باش تحاول تستحضر هكايا الأسباب متاع إخربان متاعك مثلا جاك شي شوك هكايا مفاجأة غير صار غصرة حاجة من نوع هذايا علاش باش نقول لك دكتور يظهر لي أنا حسيت بروحي تصدمت كيف مشيت لمعرض الموبيليا وا شفت بيت نوم صفرة تجهر كولور جون وهكا مزرفنا منرفزه بتيب الفرنيز هذاك اي اصفر العظمه داكا حتى كاين نغزر لها كي وبهت كي نحس في حاجه هكا ما عنديش ليها تفسير ما نجمش نحكيها لك رجعت لك على بدنك رجعت لي على بدني يظهر لي هي سبب البان دكتور وانت شنو اللي خليك تتاكد اللي البان نتاعك جاي من بيت النوم من فضلك دكتور انا نقول في الشعر معناتها مبدع والابداع يلزمه محيطه انا كي نشوف بيت نوم تاكسي ولا دار قزوردي فوق قبه زرقاء والصور نتاعها بياجور توزر وعاملين شبابك اللي من يوم كيفاش ما تجينيش بان نتاع ابداع بون صارتي البان نتاعك جايه من الابداع مالا بان نتاع شنيه بون مالا سا شونج تو سامحني خاطر انت كنت في ثنيه وانا في ثنيه هذا لازم سي فاكراف عاد وقتها ها؟ لا سهل ياس؟ أبو؟ علاش أنت بخلاف المعرض هذا نتاعك، علاش ما تمشيش لمكان آخر يجيب لك الإلهام؟ مثلا سيدي بوسعيد، سيدي بوسعيد شباب ياس؟ والله مشيت لسيدي بوسعيد. إيه أحكي لي. وقعدت غاديك في العلالي وينك الهضبة؟ إيه. وقابلتني هكا جبانة أثارت فيا مشاعر الحزن هكا، البحر من غاديك وأنا بين زرقتين، بين زرقة السماء وزرقة البحر. نشم في ريحة الكلاتوس والياسمين، وبعدها هبط. عملت كويس تاي اخضر بالنعناع كليت كعيبه بامبالوني شريت شويه راحت حلقوم بعدها بدوقه دوقه معك السرسيبه هذيك عملت شريبه ما فك العين هادي في الهبطه هذيك اي صح عليك عين التصير اي وكيف وصلت للسياره اي لقاهم حطوا لي صابو
ما تقوليش اصفر. جون ايتي سور. بيان. Encore une fois, insistance sur la couleur jaune. ما تعرف سيدي، الحكاية راهي حكاية سيركل. هي من بعد. من بعد شنو الهم تاعي بكل صبيت وانا في الشوها اللي عملتها البلدية. أما خسارة دكتور. الشعر اللي قلته بكل غير صالح للنشر. فما كانك اليوم واحد بركة يستنى. على شكون هالسيد هذا؟ ليلي هذه جيل سيدي خويا. اسمعني شبيكم تشوش عليه؟ مانيش مهبور راني نفهم كل شيء. يا ودي مش عليك مش عليك، اخذ ارتاح حتى يعيط لك الطبيب. ايوا حدث عندي لك حاجه كادو. تعرف تقول وغاليش يا الحاجة؟ غالية ياسر. أما عزوزتي أنت ما يغلى عليك شيء. يايا يطلع بيه الكادو شو وقت نراك. استنى استنى. يا ربي توا كانت في يديا من حطيتها زعما. شنو هي؟ شو الفيشة؟ فيشة؟ يا اخي ضبعت باش تهدي لي فيشه. ليه ليه الكادو مكتوب على ظهر الفيشه. يا ربي حديد انا. بسلامه. بسلامه صباح الخير بو عزوزتي. من فضلك بو عزه. بو عزه بسلامه صباح الخير. سيدي خويا مازالك اليوم بيه بيه باسيون 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 في بالي. بيه بيه هاو جيك. هاي خويا الدكتور يستنى فيك. لعلمك يا سيد مانيش باسيون انا، باهي الخدمه هما اللي بعثوني وبالاماره هاو المصر. مرحبا. هاي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياسر نفساني هذا الفيش. وهذا جواب اللي بعثوه الخدمة معي معي. باهي تفضل اقعد. اي. اسمعني راني مانيش مريض راه ما جيتش من راسي. لا 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 ماكش مريض اقعد اقعد. يرحم والديك. قل لي. أنت مترسم في الخدمة تاعك؟ ياسر نفساني كان ما جيتش مترسم. تصور أنت معناها الإدارة نتاعي باش يوسعوا بالهم معايا. هذاك علاش لازم واحد ديما خدمه مسمار في حيط وكما يقول الوالد الله يرحمه ويغفر له. معناها تبدا مترسم باش ترشاريه خير ماكش مترسم وبصوص شاي. قل لي وقتاش هذا عملتوا التيست بسيكوتكنيك؟ ايه هذا شنو الوراق هذوما انت عمرتهم؟ اقسم يا ولدي يهديك هم قالوا لي عمرهم عمرتهم. ومن بعد سالوني ومن بعد زادوا سالوني. انا اسمع بيني وبينك مش في بالك اللعبه نتاع الاموال هذيك اخر تقليل وسياره. اخر قرار يعطيك الصحه. خساره ما ربحت شيء. هي ولا بعثوني ليك انت هوني مانيش مريض راه. قول لي ساعه قبل كل شيء انت ايش تخدم؟ في الفريجو. في الفريجو. فريجو؟ معناتها حطوك في الفريجو بعد ما جاوبت على الاسئله هذا ما؟ اول ما تقول نخدم دخلت طول نخدم في الفريجو. قل لي يا اخي ايش تخدم انت؟ انا نخدم في معمل الثلج الغذائي. اي باهي نبداو بالسؤال الاولاني اذا. قال لك كيف يمكن الزياده في الانتاج؟ انت جاوبت يزيد ولا نجعله باش يزيد؟ انا يدي بردت على الخدمه، علاش جاوبتك؟ تعرف انا اول ما دخلت نخدم ايدي هذه تجمد الماء. نخدم وثلج يزيد، انا نخدم وثلج يزيد، انا نخدم وثلج يزيد. والشهية مشمدة. ايوا. اش قال الدكتور؟ لا معقول معقول. قلت ليش مانيش مريض. لا 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 ماكش مريض. ماك مريض حتى طرف. الحمد لله. باهي. السؤال الثاني. قال لك ما هو طموحك في العمل؟ جاوبت أنت التقاعد المبكر. علاش؟ لهالدرجة أنت عفت الخدمة؟ ما عفتش الخدمة أنا كيفاش واحد يعيش في رزقه؟ أنا 20 سنة نخدم 20 سنة سوايع زايدة. لغاية ما نخلص كي لميتهم يجيو خمس سنين.
5 سنين من سمية زايدة، هي قلت بيني وبينهم سلكات. اش قال الدكتور؟ ما قلتش مش مريض. دوب ليش هكا نيفروزي؟ ليش ما لقيتيش؟ سامحني عندك رونديفو؟ واه من وقتاش خالتي جنات ولات بالرونديفو؟ ها سامحني جيت لخالتي جنات صاحبك جيت لسيدي خويا البسي تراخزو لي مليح هذي هاي انت واحده شايه البسي مي سافا با لا تيت لا 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 تيت سافا ولي زي الحمد لله زيد تفضل تفضل اقعد ارتحتو هاي ديك العزه عزه ماماتي سلمتي وهوني يقتل يقتل مكياجك تقول ما زلت جنفي توا فهمت علاش كيشوفوك صحابي معايا يقولوا اختي الكبيره هيت 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 من الاخر اش حاجتك اش عملت ساعه اليوم في المكتب ليه والله جونتي وتفهمنا عاد تفسع ما عادش اما اليوم عاد ماهي صاحبتي عايز واحدة في صاحبتي شكون؟ منالة؟ ليه نورس؟ انتي ماهي لحمة بيناتنا ومنالة دوك لازم ناتي كدول نورس شكوني هذي نورس؟ انا والله مخي خبلتهولي كل جمعة عندك اعز صاحبة جديدة شنو ذنبي انا؟ وقتها ولت اعز واحدة في صاحبتي جمعة عيد ميلادها عاد بنيتي مو طول شوية في العشرة الاخرى فوت عيد ميلادك ورجع الكادو وبعد خليها تتنجر بيناتكم ما قولوا تل الحن مش تتنجر وانا ما زلت نفهم كلامكم ولا توا لطف قلت تتكلموا بالجزمي باهي برك عطيني فان دينار تنولي نتكلم بالعربي الفصحى ما فوقيش انا يدوب نلم كري الحانوت وشهريا تاع الطفله شو في جمعه هذه ثاني مره نبدلوا لي السيك تاع السروال مانيش فهمت واش يعمل ام يامي انت هوني وما تحشتك ما تحتيش مكسبي 20 دينار الصباح عطيتهم الاسبوع قعدت ترفر شنو توا واحده ما فوقيش والاخرى ما تحتيش الحكايه ما عادش فيها بون هاني شديت بيتي انا كي بابا تعيطولي زيدو برا في الدنيا زي ما يندب لك كان ظفرك شكون جاك هالطفلة؟ الو ايش انا هون ايش؟ سيدي خويا ايش بيك المرة هيك تعلق علي بيزيز ما تسلمش كيفاش عملي نعلق عليك؟ فما ألف طريقة وتكنيك نتاع تعليق تليفونه نقصد ياسر تتكلم شاي حقيت انت عقدها قلتش عليك مدير تسمى جديد جو ربي قل لي ها قل لي التليفون هذا واش مشغول مو الامور استعجليه ولا وطول النهار كل في التليفون الو سافا وانت سافا اسكل قلت لي سافا مالا والاخرين سافا مالا وانتم تفرطوا فلوسكم النهار كل في كلمه سافا ني سافا سافا المس عيط لي شنو واش عيط لك الفيشه هذه ها شبيه الشعر خليته يكتب الشعر بتاعه على الفيشة هذه شعر سيبو عزة قال سيدي خويا الشعر اللي كتبه مكتوب قلت ما يكون كتبه كان شعر طول عندك شك في هذا توا يا رسول الله عندك شك برمشي فيسع بدل الفيشة هذه واعمل فيشة جديدة للباسيون اللي كان بحذايا ورجع لي الشعر حسنا سأذهب إلى مكتبي بين فيشتي وكتبي فاطمة وين ماشية؟ بيتي البابا علاش؟ ناوية باش نعطيك حق الكادو؟ يا ذنوبي ليه؟ مش باش نعمل كونسلتاسيون عندي عقدة الأم المشحاحة ليه عاد؟ عيب تحكي مع أمك هكا
إذا كان هي مش حاحة تقولها لها كيكة عينانية. ربي يهديك يا بنيتي. يا أخي كانت مش حاحة عيبة، مش انتم عاوتوني على الصراحة ونعبر على مقصودي بكل رياحية. باهي باهي، هات نشوفوه بوك يعطيك الفلوس ولا لا. ما صحيح تعرفوا با قبلي، أما أنا نعرف خير منك. هريت خيرت الدليل والحلة أو كوليت الكلمة بالكلمة هي وياك. تيب ربي يا أمي فضيلة، الدنيا راهي تبدلت والتربية متاع توا مش كيما وقتك أنت. شبيه وقتي أنا يا لالة؟ ما عجبكش وتربيتي ما عجبتكش؟ اش خليك حرست بيها ييل؟ كنا نلحق عيني نشرمها. هيا عاد شقلت طنطو بيه فاتو ما يخرسومك حيت عشان نعرفو مبروك عليك. عشرين علاش بيه صورها فانجولا؟ مش لازم نجيب بركة باش نوريها لك، كنت شنو وين بيها راه غير انت شديت. صحيح فاتوما راني عمك مش حرام. عمي على راسي وعيني، اما الحقيقه كل حاجه في بلاصتها. باهي فاتوما تخش فيها 5000 ايش اللي تربح؟ يقعد ايش فيك مزروب اقعد. هيا عاد عندي دفور يستنى فيا خاطر في الدار. باهي فاتوما ريت هذه الكسيبه نقسموها الكل ولا لا؟ هكا مكتوب عليا لازم ديما نقدر. الزين والعين خسرها فيها 20000. 20 عزة 20 عزة عزة عزوزتي عشاو طنطو. يا عزوزتي يا غالية مش يصير فيك 20. اي عاد انا قمت نشتح وهو قرب مني وبدا يشبت في الهدرة، اما بالحسن تاع البواطة ما كنتش نسمع فيه مليح. هو يعيط وندرش يقول انا نعمله براسي اي، اما مخي فك اللبسه اللي لبسها راهو سنين من راسه مساقي. ما نحكيلكش على المنقله اللي في يده، راهي تعمل 4 ولا 5 ملايين الحاسيل اللي يظل فيه طنطخه طنطخه مش نغمال. بصراحه عجبني حبيته ومغدوه تقبلنا. هيا بيه وش قلت؟ سالته على الهوروسكوب نتاعو. اخي تعرف اش طلع؟ اش طلع؟ طلع بواسون في المصيبه اللي نجمو. لكن من ناحية مصيبة مصيبة، أما كانك ناوية على الخير بنيتي. يا خالتي جنات الحكاية صغيرة ياسر، الكتب الكل يقولوا لي جمهور البواسون ما يتفهموش، ونحبك تعمل لي حويجة بصراحة ما نحبش نفلتو من يدي. باهي عطاو نشوف لبنيتي ونقول لها. يفرحك خالتي جنات، كان ما جيتش أنت كل ما نعرف واحد فيقني راني تحتي حمشومة ماك العام. باهي جبتي حاجة من حوايج الفيونسي جديد؟ المرة هذه ما جبتلكش قطعة من حوايجه، المرة هذه جبته هو بكله. مقواك ما تقوليش قاعد يستنى فيك البرة. انت ليه؟ عندي شكون طلع لي اسم امه وعملت له تصويرة كبيرة بالبورتابل وان بليز تصورت لك يده. اي باش تنجم تقرا له الكف عليك هون. خو شوف. دوزي بنا جايين عندنا. تحمل كي العادة تيجي بتعلق عليا. اسبوعي ووه ايش تعمل عندك؟ شنية تصوير دك؟ اي شو جايبها عندك؟ كيف بعرف الدروس؟ بس وصل عن الدروس؟ وين نعرف انا تقار الريحة هسا؟ هسا الريحة؟ اسمع اسبوعي مانيش بهلولة، ايش مجيبها عندك؟ سيبي فكرني لما نحكي التصوير، ايش اخواني ايش اتحشي بيك ايش؟ اقعد اقعد باش نسمعك اخر شعر عملته عليك. من وقتاش وليت شاعر؟ من اليوم الصباح وراسك وراسك يا عزة. انا بيني ما في باليش سيدي خويا قرا شعر بتاعي قال لي انا شاعر. يا غلبة ما تقوليش تكتب في الاشعار وتورثيهم لخوك. يا فضيحتي يا فضيحتي، ما عادش نجم نخزر لسي سليمان في عيني يكب صعدك يا اسبوعي. انت
سليم ما تخافش ما في بالوش اللي انا كتبته. دي صدفة تح الشعر بين يديه كي قرا قال محلاه هذا شعر بيه هكا. وش يقول الشعر؟ انا هو شعر تحب الجديد ولا القديم؟ اللي يظهر لك. باهي تقول لك شعر جديد خاطر الاخر نسيته من اللي انا كتبته على ظهر الفيش ورجعتها لسيدي خويا قال لي هذا باش نحطها في الدوسي تاع الوريث. ما فهمت شيء. شنو يصير؟ شنو بعد نفسر لك؟ اسمع 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 اسمع. إلي عزة عزة ملي ريتك النوم طار عليا البيت صار محلق بعيني هايك المخدة تشهد عليا اللي الليل طويل عليا اش قولك فيا؟ جرب تيزانة سخونة فيها مغرفة عسلتة وترى ضربة ضربة للنوم. موتي تضربي من 20,000. اش بيك خويا؟ خويا تتغسل والكلش عليك مش تبكي. سي خويا سي كلامك معلي ما يفهمكش تطيع المورال. حتى خدمتك معلي ما يفهمكش ما عندك ما تقول فيها زاده. شد 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 الدوسي هذا يصلحوا شد. مانيش نقصد فيك راهو سيدي خويا. ربي سامحني سيدي خويا. تتذكرش الشعر اللي قريته اللي مكتوب في ظهر الفيش؟ شعر؟ تي ايش بيك؟ ما قريته مش قلت عجبك؟ عجبني عجبني. تي انت 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 لو كان تاخذ ستيلو وتخرم خرمه تو تجيبها خير ماك القصيده بوز صدوره نتاعو. سكر سكر البيض مروح انا يزي. يا اخي قولوا لي الطفله فاطمه التو ما روحت من عيد ميلادها اللي الليل وهي مازالت تهومه. كان جيت انا واخرت شويه تراهي الدنيا تقلبت. اي لا قد قد بو صاحبتها قال باش يوصلها تهنى وثمانيه مي فاضيل. ولو يا زينب بنيتي الواحد يتحير زاده. الحق الحق مكسح قلبك. بربي ايش تحبني نعمل لها؟ نبداش نهار وطول وانا في جرتها من بلاصه لبلاصه ونزيد نكمل نمشي نسكن بحذاها بعد ما تعرس. هاي تهنى يلا هاي جيت. التو يا بنيتي انا وبوك تحيرنا عليك. ها تعديش باهي العيد ميلاد بالاول تعدى تخيط مش نورمال. سمعتوا هاللغه هذه؟ تريب ومش نورمال وصابن. تكلم بالعربي خلنا نفهمك. شو معناها صافا من الاول؟ بعدش كي حالت نورس كدويت خلصت الكادو نتاعي وقالت او سي دوماج عدي منه ميت على جنوب ودارت الكادوات الاخرين. اوه ملا نبزة انا في بقعتك طفيها. سي طفيتها تعرفت على ما خير منها. شكون؟ أيمن. تيك السبه نهار حد قاعد في الدار مش قلت لي ماشي تستعد انت والباجيه؟ اولا يا مدام الابيض نقولوا صباح الخير. ثانيا اليوم صباح الطقس حموم والدنيا بارده ياسر البحر ما فيش حوت. ابو اوي يا اخي الحوت زاد يبرد في الشتاء. بجاه ربي يا ميمتي بجاه ربي اش مخرجك في طقس كيما اليوم؟ يا وليدي كان ما نخرجش انا اشكون باش يخرج ياكل؟ زينب اش تقصد يا مي فضيل؟ انا حتى شيء قلت اليوم نعملوا فايم كوستي بولد البحر. ايه تعديت لسوق الحوت اللهم صلي على النبي يا وليدي اللهم صلي على النبي. تقول البحر رحلو و يا اخي مش قلت لي ما فماش حوت في البرد؟ لا لا الحوت اللي تقصد فيه امي اصطادوها من الكونجيلاتور الابيض المتوسط. جا ربي يقول لي اشكون هالصياد البارع هذايا باش يخرج في هالسقنتري والموجه تقلب على كعبتين تريلا يتقذرفوا. بارده برشا البرا. بالنسبه لي انا الطقس عادي اما انت برد ما تتوقوش.
اسمعني، كان تحب تتعلم الطيب بالكسكسي بالحوت تبعني للكوجين، اما ها قدام ولا بيتك ما تمس حتى شيء. ريت ريت ما يومك ترمي في المعنى على تاتيبيا، بربي كيفاش تحبني ما ننساش اذا كان نهار طول وهي مكبشه في الكوجين. تيزي تيزي شبيك منقوره تتفدلك معاك؟ لا لا ها ماهيش قاعده تفدلك، انا نعلمك ونعلمها. ايه عندي سيفت كسكسي بالحوت وسفرجل، بالله سكت الصغير. سفرجل دي هاوي غصص، هذا سي نورمال يسكت الصغير. عجبك الكسكسي بالمسلال نتاعكم؟ نعم. شو شو بالمسلال يا بنتي؟ قولوا بالمسلان. ان ان تي المفيد كسكسي ميدوم يبقبق في الخشم. اي بقبق في الخشم، يبقبق في الخشم. عجبتكم عين السبانوريه بتاعكم؟ قدنا هكا تخش عليها عين حوتها طالعه في ساق كركدن هكا. عجبكم الملثوث بالراس نتاعكم؟ بسم الله. شنو بسم الله؟ شبيك زادة مو لاباس؟ شنو شبيني؟ انت باش نموت بالبرد. اه مانيش فاهم علاش ما نركبوش شوفاج سنترال. شوفاج سنترال مثلا مش شوفاج سنترال، ما كفاكمش الشوفاج الكتريك في كل بيت؟ تي غيركم يدفع على كانون وما هوش عامل هالزنزانه هذه. اي مش كيف ياكل برشا ضو وزيد ما يسخنش كيما الشوفاج سنترال. يا خويا انا ما نجمش. يا اخي انت اللي باش تركبو، ما برمش يكلم الملاكه. ملاكه هكا كلمه ما تعرفهاش الملاكه هذه؟ كانت تمشي لها تقول لها السقف باش يطيح على راسي، تدخل لك حاول كيفاش تصلحوا بسكوتش. حبت كلامها كلامها انت، انا ما نمشيلهاش. اي نمشي نكلمها، مالا ما نكلمهاش شبيني خايفه ولا حاشمه منها؟ اش باش ترد روحها هي؟ ها وين ماشيه؟ كسكسي بالحوت يا بنتي. في بالي بيه كسكسي بالحوت، علاش؟ اه ليه مش في بالي ماشيه تجيب البن. حبيت نقول لك مره اخرى اللي الكسكسي بالحوت ما يجيش معاه البن. يظهر لي الدار بدات تسخن توعد. شيء سخن، لا يسخن الزبار، ما يطلعش زاد الكره مش واصل. لا واصل. تاتا كيسب شو عامل فيك البرد؟ برد وسكت وشفت الريحة. خلي عاد من الريح حتى من البارابول هرب، رصات اللي تفرجوا بالمطير. كان شفت قصعة حماتي البارح دارت، رصات الاسبوعي ليلة كاملة وسير فوق السطح. قولي الا جنيت هوني؟ هي هاي الصالة تفضل. نانا شو شكون جي؟ يا مرحبا يا مرحبا. شرخت السعيد تفضل يا للا تفضل. عندي مديدة من اللي نحب نتعدالك، قلت اليوم حد ركمت فاضية. جيب ربي فما نهاية اللي حد نتنفسوا فيه. توينا هكاكا وجيوني الكليونات. صح عليكم انتوما سي سليمان، كليونات وما يقلقوش بالكل حتى في سير ليق. ليه يا جنات حتى سليمان كليونات ويقلقوه يطلبوه حتى في الليل، خاصة واحدة منهم. ما تقوليش انت زيدة تحب تولي من كليوناتي تاع نهار الاحد. لي 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 ما جيتكش على هذاك، جيتك على حاجه اخرى. ليه؟ على خاطر كي جبت لي على المراه قلت يمكنش. لي لي ما يمكنش. اون بلوس الشاي نتاعك الحق الحق ما نقولش بيه. قالوا هكا من الاول وبعد كي جربوا حصلوا. عزه برا عمل لنا زويز قهاوي عرب، ولا تحب تشرب حاجة أخرى؟ لا لا ما يسالش قهوة عربي. باهي تاتا. خاطر قلت بالكش قاع الفنجال يصلحنا من بعد. اتهنى وتمان يا لجنات، أموري عال العال. حاجة واحدة ناقصتني، الدفاء. على ندفي تحكي؟ الدار يا لجنات جلاس سخنا زمرنا شيء، ماك تعرف البنية قديمة وتشد نداء. هتقولنا إلا جنات تركب لنا شوفاج سنترال. شوفاج سنترال؟ لويه بنيتي فاش قاع؟ اش خير من الكانون؟
اعملوا حياتي كل البيت وتفكرني بخير. ريت ما هو ترزينا في التلفزة باش ترسينا هكا الغدوة حتى اللي نجي عمل بيجي ماتريكس. انت كي تخرج سكر الباب وراك. ها يا نجمات باش تركبنا شوفاج وهو يعطيها ان شاء الله قهوه جابتها تشوشت. يا نجمات رانا كارين من عندك ثلاثه برطمانات تبارك الله، راهو مش خساره فينا الشوفاج. انت مش عندك حانوت نتاع تحف؟ علاش ما تعاونش راسك وتدخلوا هذا الشوفاج المحنون؟ بربي خليني يا نجمات، الحانوت نتاعي ماهوش ماشي بالكل. عليه احكي لي. صباح الخير سبعون. صباح الخير عز. يا اخي عمرك ما تحل الشباك. الدنيا بارده والعدس سخانة. عندك سخانة؟ ترى نشوف. يا يدي يا ميمتي يا هاك مشرجي كلمة ليه يا اخي شكون تعمل؟ كنت صلع من الجفاش بني البارح طلعت رجلي في البارابول بتاع امي يا اخي تبطلت هاك. ملا صدفة سبعون. انا جيتك على خاطر انا زيت عندي مشكل ونعرفك ما تحلو كان انت يا اخي. شنو المشكل؟ تطلع للسطح رجلنا البارابول. شنو هذا؟ باش ترزيني في السطح مرة أخرى؟ أمان سبعون ترزاني نقعد من غير تلفزة؟ باهي باهي تينا على خاطرك نطلع حتى القبرة. انت يلزمك تزانة سخونة. عرفش كيفاش برا امشي البس كابوت ولا بلوزون بدم انا طيبت التزانه وجي. يعطيني الصحه. زيد كسكسيه وحده عاد تقولي لي انا يا امي. صحه ليك صحه والله عملت بالرايك قعدت تفطر. وليدي سامحني جعت الله غالب. تحب نهزلك توا؟ لا لا يا امي قاعدين بمشاكل نفطر قبل ما تجي زينب. عليه كسي مازال سخو وبالحوت توا يدفيك. كان على زينب هاكا باهي يستنى فيها والكسي تبارك الله بزيد تجمر وتاكل زعما. هاي جات هاي جات. يا عاد سامحني علاش ما تهزش مفتحها معاها؟ يا امي شكون قال لك قوم حل؟ ما تنقوم انا. لا لا ما تقومش انت تنقومين. سالي تولمون. شردها بجيبك للدار. خدمت يا بن عروس. هكا الفضيلة تستقبلني في دار بنتي؟ مانيش عليك على مكلبة اللي في شونك. واسكت بشوية هذيك بابوشكا تفهم كل شيء. انا لا نفهم شكشوكة ولا بابوشة. انا مرا نفني ما نحملش الكلاب ينسوا لي الدار. الفضيلة تحسيب بابوشكا هكا سايبة في الشارع تفرد في البوبال؟ هذيك كل يوم تغسل بشامبو سبيسيال وتفوح برفان سيني. الوغ لا شو شمشم الفضيلة شمشم سيبتك الشيمة الفضيلة. يا لدوجة يا لدوجة من فضلك يا عايشك أمي أليرجيك للكلاب. تعرف يا سليمان إيش قالت بريجيت باردو؟ قالت اللي ما يحبش الحيوانات ما يحبش العباد. إبا ساتومبيا انا لا نحب لا بريجيت باردو لا نحب افلامها لا نحب كلامها لا كلابها. سليمان تمتون توا انت طبيب راك ما يخش عليك الكلام هذا. ها قلت هتفماك انا يلا طبيب نفساني مانيش فيترينير. قولوا ليش فيهم البنات؟ اماني مشيت مع صاحبتها تاكل بيتزا وفاطمه كما زالت تريقل. بجرب يقولوا لي اشكون خليها تخرج في نهار كيما اليوم هالبرد هذا؟ ها باش تاكل البيتزا المحنونه اللي باش تكلف لي بقفه دواء. اشكون اللي خليها تخرج وتمشي مع اللي تحب وتقعد مع اللي تحب وتكلم اللي تحب غير مرتك؟ يا اخي فين زينب هي؟ ما نعرفش كي طفلك يمها يخرج وما يقولوش. هاي هاي وصلت بقضيه للجاره توجي. انا جاره جنات العرافه. عرافه
سليمان شو عملت لبنتي؟ لا 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 ما تخافش تهنى وتمات صح سالم مشيت باش تكلمها على الشوفاج سنترال ولا شنو؟ والله بالحق الدار باردة وعلي وعلي يا ربي يستر بابوشكا إن شاء الله ما تمرض ليش مازالت كي قامت من بروشي تمستينا مغبونة تسخر تسمع تسمع بابوشكا ايه يا مرحبا يا مرحبا عسلامة امي عمي سلمى يا مامي وقت جيت احلاه الكانيش كانيشة تقتل مش هكا اللي تهديه لي بعديش نقولك اسمعني انت قولك اش مخرجك في هالسكونتري وفي هالحالة هذية حتى كان جيت لابسه سروال وكشكول وبوني والعري والقريل شكون نخليوه كل يوم يامي وانت شبيك تفطر وحدك بوك يستنى في امك وانا جعت امي اقولك الحقيقه يعيشك راهو التماسح متاع كرشي تزقزق حط لي نفطر في الكوجينه عايشك عليا تفطر في الكوجين انت استنيت استنيت هاني كملت توا نحط الطاوله وتفطروا الكل مع بعضكم حتى اللدوجه هاي محسوب جات في الوقت امي قلت لك يعيشك حط لي توا توا كان زي تبدا سدتها طوالا نطيح بالجوع سلم لي عايشك شو خلي تريف حوت ونفهم مشوك مليح وجيبوا لي البابوشكا امانك من فطور الصباح وهي على ريق سني يا مسكينه شنو شنو نعطي المناني البابوشكا تاكلو وتموت عليه فين الله يبارك شو اسمه هو المناني باش الا بابوشكا ما تاكلش منه هالنهار الازرق ملي مامي كان يشعر يديك الحوتة بيان سور اللي هديه لي قال لي تاكل حتى السومون والكروفيت مامي بونجور عيشة عيشة بنوتي عيشة يا محلية كلبك لا هذيك بنوتة واسمها بابوشكا بابوشكا؟ وي يعني بيزو بابوشكا لا ما تبصش الكلير هاي يجهز حي الكسي لك البناية عزة وعيط لعمك باش يفطر يلا اوه يا ربي سيدي على الخلوط لا تحكي لي اش باش تحكي لي يا شبيك يا توجعتي خير نرجعك شبيك لي بس هكا عندك العقل ما تعرفش البرد اللي شنفع في السطح والتيزانة كيفاش باش تشرب؟ تيزانة خليها بعد كي نهبط انفعلي هذيك بعد الصرد اللي استنى فيا المخ فتومة عسلامة عسلامة عزة أبوب أبوب يا عايشو سوبرمان وين ماشي هكا؟ صار على السطح ما نسيت اللي سوبرمان يطير زيادة عزة هذا بعثته لكم يامي يعيشها امي فضيلة توتو وش نقول لهم انا اللي استناو فيك للفطور يقولوا لهم ماني خالط اوكي فدامة استنى شنو الفطور الفطور كسكسي بالمناني وفلفل مقلي وريحة فلفلك حلفاو عزة دي مزروبة بالتلوزة أبو مدام الكسكسي أبجل مني برا تونستنى غدوة كيجي عمل بيجي ماتريكس لقيت الحل ترش كيفاش برا امشي أفطر تنعيط للمومو شكون مومو هذايا؟ مومو المنجي ليتيديون تاع الدوزيام شو اللي اليوم واحد اخر يا ربي راني كرهتهم ليتيديون اللي عاد هذا تبارك الله عليه ذكي وقراي ما يحيرش في تصليح البارابو وزيد قوي وبدنه صحيح ما ظهر لي كان باش يخاف من شويه ريح فوق السطح باهي كي باهي وي ماشيه باهي
مسيف. هاني طالع، انت تقعد وريا تستناني، جاش التصوير هتكلمني باللوطة. ديكوردو، تو نكلمك من الشباك نتاع دارنا. لك سيد اللي ضارب حانوتك من جارك اللي يلاصقك. الكسكرو تجي ولا العطار؟ الشي جيك من حاجة فيها ماكلة. الكسكرو تجي. حتى هو نهار كامل يملى ويفرغ. العباد اعطيهم الماكلة وسيبهم اللطف. ليتش مرة من عنده؟ كل يوم نعمل هكا وحياة كسكروت كفتاجي. عنده تصديرة ما فماش. يا حد بالسيف ومرق معطلة. هاو سهل باش الشي يحك فيك. اسمع، منه هكا ما عادش تاكل في حانوتك. تبداش يكعب الزيتون؟ لا. يا لطيف، والتصديرة؟ سيد الراجل فوق السطاح بالا السعدي روق ند بالبرد. اوه ما فما شيء. سبوي يا سبوي، ما فما شيء راهو. هايت واش بيه؟ سما بطه. ايش بيك ما كلمتنيش من قبيلة؟ سامحني سبعون، بالريح ما سمعتكش. ريح؟ هو ريح وسكت هو. شعر طيرني انا والقطعة. حتى انا القطعة تكون مرخوفة. هكاك بالسيركو. مرة شوف التصوير رجعت شي برا. توا برك كنت نشوف. ما لقيت حد شيء. مرة زيت زبت. لا ما تساعدني تعبت تعبت. أمان سبعون يعيشك. يا خويا استعد عابد عابد ياسر. ربي يا سبعون شكون عندي نغيرك أمان. هاك صغيرة رجعت لي توا واللغة اللغة لعبت عليا. رد بالك على روحك، هاني ماشي نشوف. أي تعرفش شكون معطلتك في دارك؟ شنو؟ باش تقولي حماتي؟ امبوسيبل. المرأة ناس طيبة، شوية فوعة، أما قلبها أبيض. أنا نقول لك، الأشياء هذه ما تعدت عليا. فما ناس ما تجيبهاش فيهم، وجيوني يقولوا لي أعمل وأعمل وزيد أعمل وأعمل وأعمل. والله كي تجي تشوف، يظهر لي عندك الحق. أنت أكثرش مني أنا. شكون قال نهار من نهارات باش نجيب حداك وتقرا لي الفنجان؟ هنا جيران تو تبارك الله قداش من عام. تبارك الله مديده. لعمرها صارت بيناتنا كلمه اعوذ بالله، القدر هو الكل. الحمد لله. الفايده في الكلمه الطيبه وصحه البدن. يعطيك الصحه يا لجنات. وعلى ذكر صحه البدن، اش عملنا في حكايه الشوفاش؟ يا سبوعي ارجع ارجع شويه كيف ما كنت. الساعه التصويره جيت وبعد مشيت. نسيت كاريزي على رقصات. انت ماك تعرفني، ما تفرش كيف شنات بالعربي. ذاك علاش انا ما نحبش نطيح القدر مع جيران، على خاطر الدوبة تحلو في الحديد تجي حكايه فلوس. يا اخي مخك كان في الفلوس، ما قلتلكش يخلصوا على 36 شهر؟ لا معناها لا. باهي حتى نلقاو حل وحدنا. بربي قل لي قداش يلزمك على تقشقيش لحناك متاع بكري؟ لحاتلك كنا الحقيني نشرمها. انا الناس عليا هكا بالصف، شكون وشكون يخلطي على تقشقيشة من تشقشيقات، تشقيقة من تشقيقات. تبك علي على رنديفو معايا. علاش هذا الكل؟ لا باش تعمرهم على حماواتهم ولا باش تجبدهم في الشبوك مع جيرانهم؟ اسمع، علاش ما تجينيش كل شهر مره نقرا لك بختك بلاش؟ تو بعد 36 شهر يخلص الشوفاش. شبيها؟ شبيها؟ يا نانا سبوعي يا نانا. شبيه؟ سبوعي انت تا. شبيه سبوعي انت؟ لا باش قدام القصعه بتاع تلفزتنا. يا اخي شبيه؟ يا اخي طاح من فوق السطح يا نانا. بسم الله على ولدي، بسم الله عليك، بسم الله.
بابا مازال راسك وجع فيك؟ مازال شوية يا خويا مازال. هاي يا سيدي افرقوا علينا الحظ باي السيرك وفاء. هاي ما صار شيء تنجموا تمشيوا. هاي الا فاطمة الا اماني معكمش ما تراجعوا؟ هاي سامحوني مال هاي الا جنات قلت راهو شيء ما صار تنجموا تمشيوا. لا تحبوا تقعدوا بيان سور اقعدوا لرواحكم. لا خلينا الدار وحدها عزة هاي خلي الراجل يرتاح. هاي الكل مني سامحني اسبوعي ان شاء الله ما عندك سوء. شو عزه شو يا امشي مش هروح مره زغبتني مره في ساعه اغسل فمك ويديك بالماء والصابون. هيا يا مين على ولدي مازال جامد يا خيين. بسم الله على ولدي بسم الله بالله العظيم ولينا كراكوس في هالدار توا هوك يمثل عليكم وانتم كلكم غاطسين معاه تو بربي كان يسمع واحد يقول بالحق هذا طاح من السطح وايش ليه الحكايه الكابل نتاع لونتين تلهوت له في ساقيه تصلب على القصعه وطاح فوق منها. توا هذا كان يسمع يا سليمان يزخت اخوك وقول الحمد لله جاي لابس الكاس ماكش تسمع فيه هنين بالوجيعه يا بنتي هذاك راسي يوجع فيه على خاطر قعدنا ساعه كامله واحنا نفارعوا في الكاسك باش قلعناه له من فوق راسك. زينب تي ماني تعرفت على واحد يا مرحبا مبروك ان شاء الله لهنا يعيشك يبارك فيك لفضيله. من المره هذه سي سيريو هو اللي هدى لي بابوشكا. انت علاش هكا يا عمي بربي علاش ماك تعرف سليمان ما يحبش الكلاب بجسمه على خاطر حسين باش يتعدي لي بعد شويه باش يخرجني من هوني الوغ قلت فين باش نخليها بابوشكا فين باش نخليها بابوشكا. لا مانيش موافق وبوان با فين زعما باش نخليها بابوشكا. تحب تخليها عندي وترجع اليوم تهزها ميزيرش واذا كان زاد تحب تخليها تبات في الاستوديو بتاعي ما عليك كان تزيد تحت الحمايه شويه. امان نانا ما تنساش باش غدوه تقول لعامل بيجي ماتريكس يرجل لنا البارابا. انت ما تعرفوش البيجي ماتريكس هذاك اديه فلوس يقول لك خلصوني يا تشبيه هذيك خدمته ولو وما يقولش بالجورة والعشرة احسن حل يركح الريح برا كل اسبوعي يعاود يطلع يريقل القصع. واه الراجل مازال مدقدق ليه يا بابا فك عليا تراسي ليش مطلوبه زاده دبراسك انا البيجي ماتريكس ما نخلصوش والله كي يقعد البارابول دهره كامل مقصوص ان النجم نعيش من غير تلفزه. انت اللي تحشش على المنوعات والمسلسلات بيه تو نتصرف ايش لهون اش معناها تو تتصرف. اش قولك نانا كان غدوه نقول لعم البيجي ماتريكس اللي قصعه سليمان دارت ونوريه قصعتنا هكاك يرجل لنا القصعه وهو ماشي في بالو قصعه صاحبه وهكاك يرجلها لنا من غير ما ياخذ فلوس. يا زلمة التخلويض نتاعك وبرا كل اسبوعي مش خاطر طاح مره باش يقعد يعاود يتيح. باهي نكمل الحديد ونمشي له كي قدر عليا ربي. تفضل مرحبا 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 تفضل 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 حوسي حوسي اش مازال فيه من حوسي نقدم لكم حوسين تفضل. السلام عليكم يا مرحبا يا مرحبا دكتور سليمان الابيض. ايوا بيركيسونيا وزيد ما يسمعش دكتور سليمان الابيض راجل بنت اللدوجة. انت البسيكوبات. انا بسيكوثيرابوت طبيب نفساني وين زينب.
أنا تعرف وزادة وأنا عزوزة هافية أم الطبيب. عزوز تركبتو هاللي واحل في ربوع كحة. نقدم لك اللي فضيلة أم سي سليمان. يظهر لي اللي فضيلة شبتها واقفة شوية. تحب تشرب كيس تاية؟ أحمر ولا أخضر؟ أزرق باش ينحيلك الجلطية. أخضر أخضر ومنعنع من يدين أمي فضيلة الملاح. إيه على خاطر التاي الأحمر قال لي الطبيب يطلع الدم. هاي تفضل. أنت تفضل. أنت ذوقوا قبل كان لقيته قوي ما تشربوش. إيه جاء ما يطلعش حلو ياسر على خاطر الطبيب زادها قال لي السكر لا. كان حلو تو نزيدوه الماء. قالت لك كان حلو يزيدوه الماء. إيه زيد فضلك يا الفضيلة مش هكا. لا 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 يعطيك الصحة وتاي هاي الياسر هذا مش كما كنت رونجية بتاعك السوري. تبارك الله لصيباتك يا الفضيلة وتاي متاعك ايه عشق. هاي عادة يا حوسي يزمنا نخرجوا بكري. بدي مازال بكري هنا قاعدين. انت محلاها قاعدة. انت قلت لي يلزمك تروح بكري. قبل من جد ما يلزمنيش نبطة على حربوشتي. ولا هيا تعرف كيفاش هيا نقولكم في وديعة ربي طبعا. في لمين سمباتيكا اي ياسر محلاها قعيدة كركرو معاك يعيشك. ما تكركروش برشا خافوا لا يتهرى. والله ضامر يا أبي ربي بركة يطول في أنفاسه للعرس. اسمع عزة مش كل خاطر يحبك والموت عليك تقوم تخرجني بالبرد. أبريتو أنا أمشي من التلفزة والبارابول متاعك. اسمع هذه حكاية تسطح تنساها فهمتي ولا تعبني نتغشش؟ اش قولك بابوشك مش حقني قلت لها هكا؟ تو كي تشوف بابوشك توا نساء الكل وانت كلبه وتعرف راهو يحبوا الراجل قد صعيبك وما عنده وين يدور الريح. الريح وكنت نسيت شكون؟ عزة يا اخي راقد. لا حاسك بحاجة؟ ليه قلت مادام الريح ركح تنجمش تطلع ترجلنا البارابو. زيد ما تفهمني وتقدرني كان انت جاك. ايش بيك انت جيت نسكيلك؟ Shoot.